احنا كنا بنتكلم على ان احنا النهاردة هنتكلم على الجرام نيجاتيف واليو تي اي، وقلنا ان اليو تي اي مين الجرام نيجاتيف، علشان كده احنا حطينا اليو تي اي مع الجرام نيجاتيف، وقلنا ان اهم حاجة تدفين السندروم، واتفقنا كلمة chest infection ما تتقالش، لازم تقولي نمونيا او برونكايتس او لارنجايتس او حاجة. يبقى اذا لما يجي محدش يقول لي العيان عنده يو تي اي، لازم تقول ايه العيان عنده سيستايتس او بايلونيفرايتس او بروستاتايتس او ايا كان اوركايتس اي حاجه. ليه؟ لان العلاج بيختلف. علاج البايلونيفرايتس غير علاج السيستايتس، تمام؟ علاج مختلف تماما، مختلف في المضاد الحيوي ومختلف في الديوريشن. بمعنى اصح ان انا في السيستايتس ممكن ادي واحدة سيستايتس، واحدة فوسفومايسين، خلصت الحكاية زي ما قلنا المرة اللي فاتت انتهى. ممكن ادي 5 ايام مايكروفورانتوين للسيستايتس، لكن النايتروفورانتوين ما ينفعش للبايلونيفرايتس، تمام؟ فيبقى اذا لما يجيلي عيانة جاية بتقول لي انا عندي ديسيوريا وبلفيك بين، تمام؟ والبول لونه مغير وريحه وحشه، هقول لك ده احتمال تبقى سيستايتس، فانت تاخدي نيتروفورانتوين او تاخدي سبتريد، تمام؟ او وحده فوسفومايسين. هتيجي تقول لي انا عندي فيفر ولوين بين وديسيوريا، لا انت علاجك مختلف، انت كمان ممكن تدخلي في المستشفى. السيستايتس مش لازم في اول ابيسود تعمل كلتشر بالجايد لاين، ممكن تتعالج امبيريك. يعني ليه؟ فيميل في اليونج، في اليونج فيميل في التشايلد بيرنج بيريود، هتيجي تشتكي بمشاكل سيستايتس، انت من حقك بالجايد لاينز ان انت مش لازم تعمل كلتشر. فيميل في اول ابيسود اوف يو تي اي، جاي شورت فيميل يوريترا مع الانتركورس ممكن يحصل انفكشن والكلام ده. هتيجي هبدها تراي ميدوبريم سلفا ستريد، او هتديها نيتروفورانتويد، او هتديها واحده فوسفومايسين وتمشي. خلصت الحكايه. جات لك تاني بعد اسبوعين ولا بعد شهر، لا انت ليه بيجي لك ريكارنت يو تي اي؟ انا لازم اعمل لك انفستيجيشن. ساعتها هتعمل بقى يوراين كلتشر او سونار او عندها بريكارتيكولم او عندها اي مشكله. تمام؟ الميل وانس ان هو جالك بيو تي اي هتنفستيجيت. ليه؟ لان هو مش المفروض ان هو يجي له يو تي اي. فالفيميل عاده من اول مره ممكن نفوتها، لكن تاني مره او تالت مره لا ما تتفوتش. لازم نعرف انفستيجيت. فهتاخد الانتي بايوتيك ايه؟ امبيريك. بس هتاخد الانتي بايوتيك لو سيستايتس. طب لو بايلونيفرايتس؟ لا قصه مختلفه، بايلونيفرايتس ممكن يموت. فبالتالي لازم اعرف الايه؟ التشخيص بتاع العيان منفضل. فلما يجي واحد يبعت لي يورين كلتشر ويقول لي يورين كلتشر، ما تقولش يورين كلتشر. قول لي دي سيستايتس ولا بايلونيفرايتس. تمام؟ واضح؟ طيب. اول حاجه البكتيريا يا جرام بوزيتيف يا جرام نيجاتيف، بنفكر نفسنا جرام بوزيتيف البنفسجي، جرام نيجاتيف اللي هي البامبي. الجرام بوزيتيف احنا عارفينهم الستاف والستريبت والجرام بوزيتيف بس اللي اتكلمنا عليهم. الجرام نيجاتيف بكتيريا، ركز بقى عشان ده اللي هنتكلم عليه النهارده. الجرام نيجاتيف بكتيريا قلنا انها بتتقسم بالشكل، لما هتعمل جرام ستين يا اما اثنين مع بعض ديبلوكوكاي، ديبلوكوكاي يا اما عامله زي كره البيس، كره الامريكان فوتبول كده اللي هي ايه بيضاويه زي البيضه كوكو بس اللاي، يا اما بس اللاي زي صدقها، يا اما كامشي زي الكام، تمام؟ ملوق يعني ملولوه كده. طيب ديبلوكوكاي ده نايسيريا جونوريا ومراكزيلا ونايسيريا مننجيتيدس، وبيتقسموا بالماتوزيتس. خلي بالك ليه المعلومه بتاعت الشكل دي مهمه؟ لان احنا اتفقنا ان الكالتشر بتزرع البكتيريا الحيه مش الميته. فلو انت جالك عيان رحت جاي فيفر وهيبك وراح جاي على مستشفى ادوله مضاد حيوي وبعدين حولوه عندك، رحت انت ساحب كالتشر طلع لك الجرام ستين جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، الكالتشر طلع نيجاتيف. ليه؟ عشان خد انتي بايوتيك. لكن الجرام ستين بتصبغ الحي والميت، علشان كده دايما تلاقيني بقول ايه؟ بقول اعمل جرام ستين. ليه؟ عشان حتى لو كلتشر نيجاتيف ممكن تبقى بوزيتيف الجرام ستين، تمام؟ وعلشان كده لما واحد يبعت لي باثولوجي، شوف انا هقولها لك للمره العاشره، لما واحد هيبعت باثولوجي
عند ايليا ولا عبد الله خليل ولا احمد عبد العزيز اي حاجه ويقول لك دي الباثولوجي فيها جرانيوما تقول له من فضلك اصبغها لي جرام ستين وزيل نيلسون ستين وفانجل ستين ليه؟ علشان الستين هو المشكله ان انت لما بتعمل البيوبسي بتتحط فورمالين تموت كل حاجه طب لو عايز تبعت كالتشر تحطها في صلاين حلو؟ طب هو نسي خلاص اتعملت هتعمله عمليه تانية انا عندي عيان عملت له عمليه تانية وبناء على العمليه التانية عرفنا التشخيص وتعالج لكن الصح قبل ما اعمله العمليه قلت له روح لايليا اعمل ستينز فقال لي الستينز نيجاتيف رحت اعمل له تاني الحمد لله عرفت فهمت يبقى اذا الستينز من الحي والميت يبقى اذا لو احنا خدنا سي اس اف وطلع جرام نيجاتيف اه يبقى دي نايسيريا مننجيتس فدي الايه؟ ايبيديميك مننجيتس ماشي؟ طيب دي واحده كوكو باسيلاي زي مفلس انفلونزا وبورتيلا بورتاسا وسوباستريلا وبروسيلا وفرانسيسيلا تورانس دي بتاعت البايكولوريزم ماشي كما شيء كامبيلو باكتر جيجناي وهيبي كوليرا وهيلكو باكتر بايلور تمام البكتيريا دي كلها اللي احنا قلناها مش دي الكومن اللي احنا جايين نتخانق عليهم النهارده تمام احنا بنتخانق على الجرام نيجاتيف باسيلاي اللي هما بالرياكشن بتاعهم بيبقى لاكتوز فيرمنتوس في يس ونو في لاكتوز فيرمنتر ونان لاكتوز فيرمنتر ايه المشكله في اللاكتوز فيرمنتر واللاكتوز نان فيرمنتر هتلاقي ان الرياكشن ده مش مهم تحفظها ده بيور مايكرو بس انا عايز اقول لك ان هتلاقي الشله دي ليهم شويه انتي بوتكس وشويه كاركترستكس والشله النان فيرمنترز دول ليهم شويه انتي بوتكس وشويه كاركترستكس يعني فيهم ايه علاقه بينهم وبين بعض زودوموناس وسالمونيلا وبروتياس وشيجيلا هنا ستروباكتر وسيريشيا وايكولاي وكليبسيلا وانتيروباكتر تقريبا 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 95 98% من الكالتشرز اللي هتشوفها جرام نيجاتيف هم الشله دي. زودوموناس وسيتروباكتر وسيريتشا وايكولاي وكليبسيلا وانتيروباكتر. حلو؟ طبعا حد عنده اعتراض ان معظم الكالتشرز اللي يشوفها في الشغل بتاعه هم دول؟ طيب هنبدا نتكلم عليهم علشان خاطر نبقى فاهمين. الاسميتوباكتر نون فيرمنت بس هي مش محطوطه في في الرسمه بس هنتكلم عليها. طيب احنا اتفقنا دي اتكلمنا عليها قبل كده حوالي ثلاث مرات وقلنا الارتكل بتاع السي اي دي اللي هي نو اسكيب وقلنا الريزيستنت الريزيستنت جرام نيجاتيفز اللي هي الريزيستنت جرام نيجاتيف دي بتكون تعمل ايه؟ الريزيستنت جرام نيجاتيف بتريزيست الستيرلايزيشن وبتريزيست كمان الانتي بايوتكس بتاعتنا لان عندهم مالتيبل ريزيستنت ميكانيزم اي انتيروكوكا سبيكسيا S. ستاف اوريوس K. كلوزيلا نموني A. اسيميتوباكتر B. زودوموناس ارجينوزا و E. انتيروباكتر طيب جه الوقت النهارده ان احنا نفهم الحاجات دي بالتفصيل البكتيريا دي هتعمل ايه؟ هتقاوم الانتي بايوتيك ازاي؟ اول حاجه امبرميابيلتي يعني البكتيريا الحيطه بتاعتها السيرو بتاعها هيبقى تخين جدا ولما يبقى تخين جدا تمام الانتي بايوتيك مش هيعرف يدخل ليه؟ لان الانتي بايوتيك مش بيشتغل على السطح. البيتا لاكتاميز مثلا شغال في البريبلازميك ممبرين او علشان تبوظ عايز تعمل تبوظ الماشينري عايز توصل للريبوزوم عشان تدي حاجه بتنهبت الريبوزوم او تنهبت البروتين سنتر لازم تدخل جوه الخليه. فلو انت عندك الحيطه دي تخينه جدا مش هيوصل الانتي بايوتيك يبقى ايه؟ البكتيريا بقت ريزيست. او في حاجه ثانيه البكتيريا ممكن تضخم الحيطه او ممكن يكون اصلا المضاد الحيوي ما بيدخلش الخليه بسهوله لكن بيدخل عن طريق انابيب نفق البولنز فلو هو بيدخل عن طريق البولن زي الميروبينا مثلا بيدخل يعني من البولن انا لو عملت ميوتيشن في البولن قفلت البولن ده اهو هتكون النتيجه ان الانتي بايوتيك مش هيدخل جوه فلو الانتي بايوتيك مش هيدخل جوه يبقى الانتي بايوتيك ايه؟ مش هيشتغل تمام؟ ممكن اعمل موديفيكيشن للتارجت سايت؟ اه، يعني انا عارف ان مثلا السيبروفلوكساسين ده انهبيتور للدي ان اي جايريز، فهيدخل يشتغل على حته معينه في الانزيم. فلو ربنا سبحانه وتعالى بكتيريا بتتضاعف بالمليارات في كل ثانيه، فربنا سبحانه وتعالى خلى البوليميريزز بتاعت البكتيريا تغلط. البوليميريزز بتاعت البكتيريا ايه؟ بتغلط. تحط بيز مكان بيز. لما بتغلط سبحان الله بيدي للبكتيريا فرصه للايه؟ للبقاء لان الغلط ده هو يؤدي الى ان يطلع لك ميوتيشن في دي ان اي جايريز فانت لما بدي سيبروفلوكساسين عملت انهبيشن للديفيجن الا واحده بس فجاه بقت ايه؟ بقت ميوتنت فالميوتنت دي قدرت تعيش ولما قدرت تعيش مش انتي بايوتيك مش بيأثر فيها فتبدا ايه؟ انها تتضاعف
علشان كده لما قلنا عايزين نوقف الميوتيشن بتاعت الاتش اي في هندي ثلاث ادويه، عايزين نوقف ميوتيشنز في التيوبركلوزز بندي اربع ادويه، علشان لو فلتت من ده الثاني يشكلك، لو فلتت من الثاني الثالث يشكلك. فهمنا؟ يبقى في محاضره الاتش اي في هنتكلم ازاي بتتحسب الميوتيشن وليه اختاروا ثلاث ادويه، لكن الفكره كلها ايه؟ ان انت بتدي مالتيبل دراجز اكتنج على مالتيبل سايتس عشان تو افويد الميوتيشن، لكن الميوتيشن بتحصل واحنا البني ادمين عندنا حاجه مشابهه اللي هي ايه؟ كروسنج اوفر. الكروسنج اوفر اللي بيحصل في الجاميتوسايت عشان خاطر البني ادمين يختلف، واحد وشه مدور، واحد وشه مطول، ويدينا الاختلافات. نفس الحكايه البكتيريا لما بتختلف ربنا بيخليها تعيش. تمام؟ طيب في حاجه ثانيه الميكانيزم غير موديفيكيشن للتارجت سايت، بامبنج اب بيسموها افلاكس بامب، يعني الانتي بايوتيك يدخل البكتيريا تقوم ايه؟ طرده بره، هو يدخل وتقوم طرده بره، ليه؟ عشان ما يشتغلش، هي عايزه تحمي نفسها. ازاي الحاجات دي اتكونت؟ اتكونت قال لك بسلكشن، سلكتيف بريشر. ايه اللي حصل؟ انت حاطط انتي بايوتيك معين وبكتيريا طلعت لها ميوتيشن في بروتين معين ده اهو، فبقت ايه؟ مقاومه المرض. لكن العلماء لقوا لما قلنا المره اللي فاتت في الكهف اللي هو في نيو مكسيكو من 4.5 مليون سنه ما اتفتحش، فتحوا الكهف لقوا بكتيريا، جم يعملوا لها تيستي لقوا عندها مالتيبل ريزيستنس ميكانيزمز الادويه موجوده دلوقتي، فقالوا ازاي؟ قال لك سبحان الله، ايه ده؟ دي بالطبيعه، هم مش مؤمنين فبيقول لك الطبيعه والكلام ده، لكن هو ربنا، لدرجه ان هم قالوا ان لقوا ريزيستنس جينز لانتي بايوتكس احنا يمكن هنخترعها كمان 50 سنه. تمام؟ طيب حاجه ثانيه انكتيفيشن، يعني ايه؟ يعني انكتيفيت الدواء، يعني البيتا لاكتاميز هيعمل ايه؟ دخلنا البيتا لاكتام كاربابينم ولا بنسلم هم جاي ايه؟ قصه بالمقص فرقه حتتين يوم الدواء ايه؟ ما يشتغلش. واضح؟ في بكتيريا يبقى عندها 1 ريزيستنت ميكانيزم، في بكتيريا يبقى عندها 2، في بكتيريا يبقى عندها 3، في بكتيريا يبقى عندها كلهم. ارخمهم مين؟ الزودومونز. يبقى الزودومونز دي ارخم واحده لانها ممكن تلاقي عندها كل ريزيستنت ميكانيزم. عشان كده انا فهمت ليه كانوا دايما يقولوا لنا في الكليه الزودومونس دي تبدا دبل كفرج. ليه؟ علشان عندها مالتيبل ريزيستنس ميكانيزم، فانا عايز ابقى ضامن ان انا ايه؟ غطيت الزودومونس. واضح؟ فهمنا الكلام؟ يعني انا بخليك تفهم يا اللي انا كنت بعمله ده ايه جاي منين؟ طيب دي السلايد المعقده جدا 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 جدا، لكن باذن الله هتلاقيها قمه في السهوله، لو فهمتها هتبقى وحش في الانتي بايوتيك والمانجمنت بتاع الجنين، وتبقى المحاضره بتاعتنا خلصت. تمام؟ فهي السلايد دي. طيب ايه دول؟ دول البيتا لاكتاميزز، شرحناهم المره اللي فاتت بس مش بالتفصيل، النهارده هنشرحهم بالتفصيل. ركز بقى علشان خاطر ايه؟ تفهم السلايد دي جايه منين. وهي دي الكور بتاع المحاضره، كل اللي بقى اللي باقي هتلاقيه سهل. البيتا لاكتاميزز دي انزيمز بتقص البيتا لاكتام تفلقها حتتين. البيتا لاكتاميزز دول جينيريشنز. متقسمين بالامبلر كلاسيفيكيشن لو ايه وبي وسي ودي. حلو؟ في كلاس ايه بس انا مش عايزك تتخيل ان كلاس دي هو افحت واحد فيهم ومالوش حل، لا هو متقسمين على الموليكولار ستراكشر. حلو؟ يعني ممكن يكون واحد في كلاس ايه وفحيط وممكن واحد يكون في كلاس دي وتعبان جدا. خلاص؟ يبقى دي ايه؟ اتفقنا عليه. ماشي؟ طيب. عايزك تفهم ان كلاس بي دول اسمهم ميتالو بيتا لاكتاميز. احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان المقص اللي بيقص يا مقص بلاستيك يا مقص حديد. حلو؟ هو اسمها ايه؟ ده تبسيط، هو ميتاله ليه؟ لان الايرون الموجوده زنك. فبقت انما التاني سيرين، سيرين ده امينو اسيد. يبقى ايه وسي ودي بلاستيك. لكن البي ده مقص حديد، وعشان هو المقص مختلف فيبقى الادويه اللي محتاجينها هتبقى ايه؟ مختلفه. تمام؟ واضح؟ طيب. كلاس ايه؟ كلاس ايه؟ ايه الحكايه اللي فيه؟ اول حاجه كلاس ايه اللي هو البنسلينيز، البنسلينيز ده اللي بيقص البنسلين بتاع عمو فلينو. البنسلين القديم خالص اللي الاستاف اوريوس لما خدته بقت ريزيستنت البنسلين من 70 80 سنه. تمام؟ ده بنسلينيز. بعد كده احنا كدكاتره عملنا اختراع، عملنا اختراع اسمه ايه؟ طورنا البنسلين خليناه اموكسيسلين وامبيسلين وعملنا الفيرست جنريشن سيفالوسبور. حلو؟ فسبحان الله البكتيريا بقى عندها واحد بنسلينيز، لكن بنسلينيز يقص الايه؟ الجيل الايه؟ الاولاني ده اللي هو اسمه تيم وشيف. تيم ده متسمي على اسم العيانه اللي لقوا فيها البكتيريا دي. تمام؟ ماشي، مش مهم تعرف الاسامي،
المهم تعرف ان التيمو شيفت اول حاجه يقص الاموكسيسيلين والامبيسيلين والسيفازين. علشان كده انا عايزك ان انت لما هوريك الكالتشرز اللي جايه بتاع 60 70 عيان اللي انا جايبهم دول، انا اصريت ان انا ما اكتبلكش الكالتشر ده، لقيت الكالتشرز انتوا هتبقوا عارفينهم لان ممكن انتوا تكونوا بعتهم لي عشان دول عيانين واقعيين. انت لما هتبص على الكالتشر هتقول لي اه انا عارف الميكانيزم بتاع الريزيستنس بتاع البكتيريا دي. فاهم؟ انت مش زي ما هتروح الصيدليه وتلاقي حد يوم جاي كاتب لك الدواء وباصص اه لا ده خد ده سنسيف. لا، العلم الانفكشن ديزيز ما بيمشيش كده. انت هتبص هتفهم الميكانيزم اوف ريزيستنس بتاع البكتيريا وعلى اساسه هتبدا ايه؟ انك تعالج. تمام؟ طيب لو لقيت ان انت بس ريزيستنت للاموكسيسيلين والامبيسيلين والسيفازولين والسيفاليكسين يبقى انت عندك تقريبا تيم 1 او شيف 1 اللي هو. ماشي الكلام؟ اتفقنا؟ طيب لو انا بقى جيت اخترعت بنسيلينز اكثر تطورا اكستندد سبيكترم بنسيلينز واخترعت شويه سيفالوسبورنز زي سيفرايزون والسيفوتاكسين حلو؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى يختار من البكتيريا بيتا لاكتاميز يقص الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز. وعشان هو بيقص الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتام يبقى اسمه اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز اي اس بي ام. هي دي اللي انت بتلاقيها في الكالتشرز وما كناش فاهمينها. بي اس بي ام يعني ايه؟ يعني البيتا لاكتاميز اللي بيقص الاكستندد سبيكترم. واضحه؟ طيب اسمه ايه واشهر واحد؟ سي تي اكس ام. ليه اسمه سي تي اكس ام؟ عشان بيقص السيفوتاكسين. سي تي اكس ده اللي هو السيفوتاكسين. فهو بيقص السيفوتاكسين فتكون النتيجه ان هو اتسمى باسمه. تمام؟ واضح؟ طيب متفقين على كده؟ طيب في بعد كده لما احنا جينا اخترعنا كاربابينمز، كاربابينمز احنا اخترعنا كاربابينمز سبحان الله البكتيريا بقى عندها ايه؟ كاربابينيميز. كاربابينيميز حاجه تقص الكاربابينمز. اساميهم ايه؟ كي بي سي كليبزيلا نموري كاربابينيميز. تمام؟ اخيرا اشهر حاجه هيبقى عندك الكليبزيلا نموري. تمام؟ طيب وفي امب وفيم وان دي ام. امب وفيم وان دي ام. وفي اوكسا 48، يعني في كذا اوكسا كاربابينيميز. في كذا اوكسا يبقى كاربابينيميز، لكن اهم واحد واشهر واحد واللي موجود في مصر اوكسا 48، وده اللي بيشتغل عليه الدواء الجديد اللي هنتكلم عليه. تمام؟ واضح؟ يبقى اوكسا 48، وهنا امب وفيم وان دي ام. في واحد بقى في كلاس سي مختلف، اسمه امب سي. يعني ام سي ده في كلاس سي. ده اسمه سيفالوسبورينيز. يبقى بيقص الايه؟ السيفالوسبور. ويتميز الام سي عن كل الرخم التانيين دول ان الانزيم ده كروموزومال مش التانيين جاي بالبلازما. وبيبقى نايم في الكروموزوم ما بيعملش اي حاجه. تيجي تعمل تيستنج للبكتيريا تقول لك انا سنسر بالسيفالوسبور. لكن اول ما تشوف السيفالوسبور ده يصحى الانزيم ويبدا ايه؟ يقص في السيفالوسبور ويموت. فتلاقي العيان ايه؟ لو انت مش عارف المعلومه دي هتبص على الكالتشر تلاقي سيفوتاكسين او سيفترايزون سنسيف، تقوم جاي مدي العيان سيفترايزون يتحسن اول يومين وبعد كده تلاقي العيان اتكحول، تقول لنا المزرعه غلط ولا الدواء مغشوش ولا لا انت اللي مش فاهم ان العينه دي عندها ام سي. البكتيريا اللي عندهم ام سي هنتكلم عليهم دلوقتي. ماشي؟ تحفظهم لازم يتحفظوا. هي السبايس هنتكلم عليهم دلوقتي. ماشي الكلام؟ في حد مش فاهم حاجه من اللي احنا قلناه؟ عشان لو احنا فاهمين كلنا يبقى المحاضره تعتبر خلصت. في حد فاهم؟ طيب بالظبط. لا دي اسامي اسامي الانزيمز بس احنا مش بندور على الانزيم، احنا بندور على الجين بتاعه. تمام؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انا بدل يعني انا لما هاجي ادور على الجين على الانزيم انا مش لازم ادور على الانزيم، انا هبص اعمل سيكونسنج للبكتيريا لو لقيت الجين ده موجود يبقى اكيد اوتوماتيكلي البكتيريا ايه؟ بتطلع الانزيم ده. فاهماني؟ بس هي مش هتطلع كده في اي مزارع، انا هستدل عليها بس من الريزستنس بتاعت البكتيريا نفسها. جميل. انا لو عايز اعرف البكتيريا عندها كي بي سي ممكن استنتجها من شكل المزرعه او اخد المزرعه دي واعمل جينيتك تيستنج للانزيم ده اهو. تمام؟ علشان اعرف الانزيم ده موجود ولا لا. ليه؟ هقول لك ليه؟ احنا جايين للحته دي. ماشي؟ انا عايزك تفتكر بس
ان ال NDM NDM هو سامع على عشان لقوه في نيو ديلي تمام. ال NDM ده كلاس بي مختلف. ال NDM ده المزرعه بتاعته بيبقى سنسيتيف للاستريونال, بس الدواء ده للاسف مش موجود في مصر. سؤال, الكاربابينم ريزيستنت بكتيريا اللي في مصر, الكاربابينم ريزيستنت بكتيريا اللي في مصر عامله ازاي؟ تقريبا 40-48% اوكسا 48 هل و 40% NDM والباقي اذرز. دي الاحصائيه بتاعت مصر. انا لسه كنت مكلم الدكتوره امان الكولي من يومين, ركز في المعلومه دي قوي 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 قوي. يبقى مصر يا اما اوكسا 48 يا اما NDM وفيري ريرلي كي بي سي. الدواء اللي نازل بيقضي على الكي بي سي وبيقضي على اوكسا 48 مش الاوكسات الثانيه. فبالتالي احتمال ان هو ينفع مع الكاربابينم ريزيستنت كام؟ بالظبط 45-50%. فخلي بالك ليه؟ لان انا متوقع هيبقى فيه ابيوز. الناس فاكره ان هو بتاع اي كاربابينم ريزيستنت بكتيريا, فحرام تدي للعيان علاج ب 50,000 جنيه وهو مش هينفع. سؤال, هل الجايد لاينز بتقول لازم اعمل جينيتك تيستنج لاي بكتيريا؟ الاجابه لا, كفايه بس ان انت تعمل ايه؟ الريجولار تيستنج اللي هو بالديسكات اللي احنا جبناه في اول محاضره تمام. فانت لو جبت التيست بتاع الانتي بايوتيك ده تقدر ان انت ايه تستعيض عن الجينيتك تيست. طب امال الجينيتك تيستنج مهم في ايه؟ مهم ان انا لو انا بعت ازازه بلاد كلتشر وبعد ما البلاد كلتشر رنت بوزيتيف عملت فلاجنج بوزيتيف وقعدت ترن بعد 6 ساعات, اقدر اخد نقطه دم من الـ من الـ من البلاد كلتشر دي واعمل جينيتك تيستنج تحليل ثمنه 800 جنيه. هيقول لي دي ام ولا فين ولا ان دي ام ولا اوكسا ولا كي بي سي في قد ايه؟ في 40 دقيقه. فلو قال لي في 40 دقيقه اقدر ان انا طالما لو قال لي كل البكتيريا كل الجينات دي نيجاتيف يبقى معناه ان البكتيريا دي ما عندهاش كاربابينينيز, يبقى انا لو اديت ميروبينم يبقى انا كفرد 100% ومبسوط. حلو؟ ماشي الكلام؟ طب لو قال لي عندك ان دي ام يبقى انا ولا الدواء الجديد ده هينفع لان هو ما بيقدرش يقضي على ان دي ام, عايز استريونام. طب في مصر ما فيش استريونام, يبقى مضطرين ان احنا نحتاج الدواء توكسيك الملاي ب 60 ليره اللي اسمه ايه؟ كوليسين. اتفقنا؟ يبقى انت قدرت في 40 دقيقه تعرف ماشي عن طريق الجينيتك تيستنج ده. هل في حاجه ثانيه؟ اه, في الرابيد دايجنوستكس اللي هي بتاعه البايو فاير او الجين مارك او كيوريتس, كذا شركه في كذا شركه عاملاه. الكذا شركه دي مجرد ما تفلاج بتعمل بقى حاجه كذا حاجه, بتقول لك البكتيريا البوزيتيف وكمان بتقول لك بتست كل الجينز دي. يعني هي بتست سي تي اس ام وكي بي سي وان دي ام وام بي سي وبتست كل الحاجات دي. فيقوم يقول لك ايه؟ والله انت عندك اي كولاي والاي كولاي دي عندها مثلا ايه سي تي اكس ام, يبقى انت اوتوماتيك عرفت اللي عندك في الكالتشر دي ايه؟ اي اس بي ال اي كولاي. تقوم جاي مدي ميروبينم تلاقي العيان يتحسن, لان المورتاليتي بتزيد 7.5% في كل ساعه. واضح؟ مفهوم الكلام ده ولا في حاجه صعبه؟ يبقى احنا هنعمل رابيد دايجنوستكس. بس انت, انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان انت لما تشوف التحاليل دي, عشان دي موجوده في مصر دلوقتي, لازم تبقى فاهم. يعني هتلاقي انك هتبدا تزيد في الفتره الجايه, لان الشركات دلوقتي عامله عرض وعامله هتدخل كذا مؤتمر, فلازم لما تشوف التحليل ده هو تفهم هو شغال ازاي. واضح؟ دكتور معلش, طب هو ايه الفرق بين الام سي واللي هو السي تي اكس ام؟ هما الاثنين بيشتغلوا على سيفر سكور؟ اه, الاثنين بيشتغلوا على سيفر سكور, بس الام سي اللي انا هتكلم عليه اللي بيميزه ايه؟ ان هو بيبقى نايم. يعني ممكن لما تعمل تيستنج ان فيترو ما يبانش التاثير بتاعه, لكن بعد كده يبان. فعشان كده هنعرفه من ايه؟ من البكتيريات اللي ايه؟ اللي عندها ام سي. فانا عارف سبايس, اس سيريشيا, بي بروفيدنشيا, بعدين اي اندور بوزيتيف بروتيس, بعدين سيتروباكتر وانتيروباكتر. ماشي, في شويه بكتيريات ثانيه بس ايه مش مشهوره قوي, بس دول اللي تعرفوهم لان دول هتشوفوا. وعلى فكره هوريكم المزارع اللي من البكتيريات دي, واقول مش هقول اسامي اللي بعتوها لي عشان بس انا هوريك البكتيريات دي تمام. يبقى البكتيريا دي اتفضل. هي الـ النقله الجايه في خلال الكام شهر الجاي
ان احنا هنعمل ايه؟ ان احنا هيبقى الدكاتره في الرعايه هم اللي هيطلبوها، لان انا مش منطقي ان هيجي لي عيان في العياده او عيان عنده يو تي اي اعمل له تيست ب 3000 جنيه يبقى انا بستعبط، انا كده حرام عليا. لكن لما يجي لي عيان داخل في الرعايه بست كشوك الدقيقه دي تفرق، فبالتالي انا لازم اقوم جاي عامل التستنج. دكتور الرعايه بيطلب، يعني المستشفيات اللي موجود عندها الجهاز ده هم اتعلموا خلاص ان احنا بنقول لهم ايه؟ الدكتور الرعايه بيقوم جاي ايه طالب بيقول انا عايز التستنج بتاع الباي فاير بتاع البلط، يوم يجي له في ساعه يقول له اه ده انت عندك ايكولاي او عندك اي اس بي ال ايكولاي او عندك مثلا كاربابينم ريزيستنت ايكولاي او كاربابينم ريزيستنت كليبسيلا، وبالتالي هدي الانتي بايوتيك. تمام؟ وده بلاد بس ولا اي سامبل؟ بلاد احنا بس عشان النهارده بلاد وسبيوتم وبرونكو البر لافاج وكمان ابدومينال كولكشن، يعني انا لو عندي واحد عنده ابدومينال كولكشن باخد سامبل، بس ده مش الجهاز بتاع البايو فاير، الجهاز بتاع كيوريكس. باخد الابدومينال فلويد كولكشن مثلا من الابسس واقوم جاي احطه في الجهاز في نص ساعه يقول لي الاورجانيزم موست لايكلي كسر. تمام؟ والحاجه الجميله عن البي سي ار عن الكالتشر نفس الفكره، ان الكالتشر بتزرع بكتيريا عايشه، لكن البي سي ار بيديتكت الجين، فممكن يديتكت البكتيريا الايه؟ الميته، صح؟ لانها ميته بس الدي ان ايه بتاعها موجود. ده دي اكبر فالسي في البي سي ار، يعني اكبر فالسي في البي سي ار ايه؟ ان انت ما بتعرفش البكتيريا دي عايشه ولا ميته، لان هو بيدور عليه من تحت، بس في الحاله دي هيبقى مفيد بالنسبه لنا، لان احنا ممكن نكون بدانا انتي بايوتيك، فتقدر تعرف الايه؟ الاورجانيزم. تمام؟ ليه بقول اكبر فالسي؟ لا عشان برضو في ناس ممكن تقول مستغربين، انا مثلا عندنا الجين اكسبورت بتاع التي بي ده بي سي ار للتي بي، صح؟ احنا بنعمل الجين اكسبورت عشان نعرف العيان ده تيوبركوليت بوزيتيف ولا لا، لكن انت تقدر تعمل فولو اب بالجين اكسبورت مش حلو، لان حتى لو التي بي ميته هيطلع بي سي ار بتاعها بوزيتيف، ما هي بكتيريا ميته فالدي ان ايه بتاعها موجود بس ميته. فهمنا الحكايه؟ فالفالسي ان البي سي ار هو بيديتكت العيش والميت، لكن في حاله زي حالتنا انا عايز اعرف لان دي اول مره اشخص، فعايز اعرف الاورجانيزم هو ايه. طيب الاي اس بي ال، لو انا عندي اكستندد سبيكتروم بيتا لاكتاميز، اكستندد سبيكتروم بيتا لاكتاميز، الاكستندد سبيكتروم دي هعالجه بايه؟ خلي بالك من المشكله دي ايه؟ ان ممكن الكالتشر تطلع سنسيتيف للسيفيبين او البيبراسيلين تازوباكتر، يعني تازوسيت او الماكسيبين. لكن لما عملوا ستاديز لقوا ان على الرغم من ان هي بتطلع كالتشر سنسيتيف للسيفيبين او الماكسيبين الا ان بيبقى فيه انكريزد مورتاليتي، يعني عملوا ستادي التازوسين قدام الميروبينم في الاي اس بي ال بكتيريا. الاستادي دي مش طلعت الميروبينم احسن، ده احنا قلنا المره اللي فاتت وقفت. بيعملوا انتريم اناليسيس، يعني كل ثلاث شهور يقولوا هي اخبار الاستادي ايه؟ لقوا ان العيانين بتموت بدرجه عاليه جدا في الارم بتاع التازوسين، قالوا الاستادي دي انتيسيكال انها تكمل. الميروبينم سوبيريا انتهى الموضوع. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ لما تلاقي اي اس بي ال في الدم حتى لو البيبراسيل انت لو بكتب مكتوب سنسيف ما تستعملوش، واستعمل ايه؟ كارباكين. ما دي تيتشنج بوينت من الصيد. طيب طب ما نستعمل كارباكين في كل حاجه بقى. تمام؟ انا الصيد دي واخدها من دكتور بوبات كريستيان في الهند. تمام؟ ف ما نستعمل الكربابينم، قال لك ذاتس اكزاكتلي وات هابن من 2000 ل 2010. استعملنا كربابينمز بالعبيط فتولد لنا ايه؟ كربابينم ريزيستنت انتيرو بكتيريسي وكربابينم ريزيستنت اسيتو بكتر وكربابينم ريزيستنت زيكونوس اوريجينوس. يبقى القاعده اللي احنا قلناها اي انتي بايوتيك هتستعمله هيحصل منه ايه؟ ريزيستنت. ده الناتشرال كورس بتاع اي حاجه. طيب طيب لو عندي اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز، لو انا عندي اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز انفكشن، انا مش عايز استعمل بيتا لاكتام، مش عايز استعمل بنسلين واخواته ولا عايز استعمل كاربابين، هل في بديل؟ ايوه في بديل. البديل ايه؟ ايه النون بيتا لاكتام اوبشنز؟ اول حاجه الكوليستين زي ما اتفقنا، بس مشكله الكوليستين ان هو ايه؟ توكسيك جدا. طيب الكوليستين ثمنه كام؟ تقريبا العيان بيكلف في اليوم حوالي 1000 جنيه. انا شايف حاجه اخطر. الكوليسترول في مصر ملوش شركه مستوردات، الكوليسترول بيجي متهرب. عارف يعني ايه ان انت يبقى مصر كلها معتمده على مضاد حيوي متهرب؟ يعني في اي لحظه لو وقف التهريب الناس كلها هتموت. شفت خطوره الدواء ده؟ الدواء ده بيعمل نعم؟
اكيد يعني. انا هقول لك عارفه هيقف استيراده امتى؟ لما الدواء الجديد ينزل، لان في حد يبقى مستفيد ان هو يوقفه، بس مش عايزين يعني. المهم القصه كالاتي، الكوليسترول بيعمل لينا الفيلير 30 ل 40% من العيانين، لدرجه ان في ناس بيقول لك ايه؟ لو العيان ما جالوش لينا الفيلير يبقى الدوز بتاع الكوليسترول ايه؟ قليله. الكوليسترول دواء قوي جدا، عامل زي الصابون، بيغسل الايه؟ السيرمبرين بتاعت الخليه يفرقعها. وعلشان هو زي الصابون بيميزه ان انا بحب ان انا احط معاه كربابينا، لان الكوليسترول بيفتح سكه، ما هو التاني مش عارف يدخل، فهو فتح له سكه عشان يدخل، فالتاني يوم التاني يشتغل، عشان كده هنستعمله معاه. تمام؟ ايه تاني الاوبشن؟ فوسفومايسن. ده موجود في مصر اورال، لكن موجود في اوروبا والهند واليابان اي في. الفوسفومايسن احنا اتفقنا عليه في المره بتاعت الانتي بايوتكس ان هو دواء قوي جدا وفيري افكتيف، ويقتل الاي اس دي ال ويقتل الكربابينم ريزيستنت انتيروباكتيريز. بس هنستعمله اكتر حاجه في اليورين، عشان الموجود في مصر الاورال بينزل في اليورين بتركيز عالي وفعلا بيستريلايز اليورين تجاه اي انفكشن، وهنستعمله في التاتشرز اللي هنشوفها. تايجيسايكلين ده بقى ما بيروحش اليورين، فمش مفضل لليو تي اي. في كيس ريكوردز استعملوه في اليو تي اي؟ في سنه بدرس لك الكلاسيك تيشن. يبقى تايجيسايكل ما بيروحش اليورين. تايجيسايكل فيه مشكله ثانيه ان هو ايه؟ البلاد ليفل بتاعه ايه؟ قليل، بيرشح في الفلو. فلو عندك كربابينيم ريزيستنت انتيرو بكتريسي انفكشن في بطن العيان، يبقى ده ايه؟ اكسلنت، هو ده. تمام؟ لكن غير كده هتلاقي في الكتب اللي عنده سانفورد يقول لك ايه؟ فيري باد دراج، نيفر فيرست اوبشن. وفي مصر واخد ايه؟ سوكسيه ودعايه وكده، لكن ده نيفر فيرست اوبشن. لكن مهم للاي سي ار اي. نفس الحكايه، اليوم بتاعه هيكلفني حوالي 1000 جنيه. فخلي بالك، عشان كده دي تلات تامز هي ماي فيرست تشويس، لانها ارخص وسيفر. الاهم مش بره، مش عندهم الثمن، الاهم ان هو السيفتي بتاع دي تلات تامز هي اعلى حاجه وتنفع للبريجننت ليدي والكلام ده. اميكيسن ده قوي جدا، الامينو جلايكوسايد. ممكن يعمل هيباتيك امبيرمنت، وبيعمل نوزيا وفوميتنج رهيبه. انا كان عندي عيال مره كانت هتموت من الديهايدريشن من الفوميتنج بتاع التايجيسايكل، ليه مشاكل كتير. اميكيسن نيفروتوكسيك طبعا، لكنه دواء ايه؟ قوي جدا. هل استعمله از فيرست لاين لعلاج الاي اس بي ال او كاربابينم ريزيستنت؟ لا، لان انا عندي بدائل. لما يكون ما عنديش بديل هستعمل كده. مينوسايكلين ده مش موجود في مصر، بس انا ساعات بستعمل الدوكسيسايكلين مكانه. كوينولونز ده بديل للاي اس بي ال، لكن مش فيرست لاين. الفيرست لاين ان انا هدي كاربابينم. لكن عيان قال لي بص يا دكتور انا عندي يو تي اي بي اس بي ال، وقال لي انا مش ايه؟ انا مش هاخد حقن. خلاص انت مضطر تديله ايه؟ كوينولون. طب لو عنده بكتيريميا بي اس بي ال، ممكن ده يبقى افكتيف، هتلاقي ستادس، بس الجايد لاينز بتقول ايه؟ كاربابينمز. بكتيريميا اي اس بي ال يبقى ايه؟ كاربابينم. كوترايموكسازول ستيرين ممكن استعمله في يو تي اي. في السيفير انفكشنز ممكن استعمله كمساعد، ومايكرو فرونتوين ده في الايه؟ في السيستايتس. بص بقى، دي اهم سلايد. اللي فات كله ممكن تكون سمعته قبل كده، دي حاجة أنا واثق إنك ما سمعتهاش قبل كده، فركز إزاي هتشتغل في الرعاية، أو إزاي هتشتغل في العيادة بتاعتك، أو إزاي تشتغل في المستشفى. How to treat multi-drug resistant organism. العيانين اللي عندهم MDR دول هتعالجهم إزاي؟ ركز حاجة. أول قاعدة distinguish colonization from infection. يعني إيه؟ يعني إحنا قاعدين دلوقتي في وحدة رعاية. حلو؟ الرعايه دي لو انا خدت سواب من على جلد اي عيان جوه، كلهم هيطلع عندهم ام دي ار، انا واثق بنسبه 100%. هيطلع عندهم ريزيستنت كلبزيلا او ريزيستنت ايكولاي ولا حاجه. ليه؟ لان المستشفى هو مكان تواجد الريزيستنت بكتيريا. وقلنا المره اللي قبل اللي فاتت حكايه ان هو لما عملوا الاستادي على العيانين على السياح المصريين، لقوا 80% من السياح اللي يجوا مصر عندهم اي اس بي ال، 80% من السياح. فالشعب انا واثق ان مفيش حد مننا ما عندوش اي اس بي ال، وممكن يبقى نصنا عنده كاربابينم ريزيست، عايش على جلدك. فطالما هي عايشه على جلدك، لو انا عايز اسحب بلاد كلتشر وما عقمتش كويس، طب ممكن يطلع لي في البلاد كلتشر ريزيست اورجانيزم. طب هي عايشه على جلدي، لو خدت فلويد من درين مش ممكن يطلع لي؟ صح؟ لو هي عايشه على جلدي وسحبت ايه؟ من اسبرين، يبقى ممكن تطلع لي. طب لو انا هي عايشه على جلدي وعايشه في بقي وعايشه في الاير واي وجيت كحيت، هتطلع لك ولا لا؟ يبقى اول قاعده، عيان قاعد في الرعايه
بعتله سبيوتم كلتشر هتطلع اكيد كليبسيلا ام دي ار. طب امتى هعالجه؟ لو عنده نمونيا في كونسوليديشن. طب لو ما عندوش نمونيا ومش سخن ما تعملوش حاجه. علشان كده اكبر غلط لعيان في الرعايه ان انت تعمل سيرفيلانس كلتشر. يعني عيان في الرعايه والله العيان ده مش مريحني ونسحب له بلاد ويورين وسبيوتم، هيطلع لك في البلاد حاجه والسبيوتم حاجه واليورين حاجه وتقعد تلف حوالين نفسك. تمام؟ يبقى ما تبعتش كلتشر غير لما تبقى شاكك في حاجه معينه. ليه؟ لان كتير قوي ان بيبقى فيه كولونايزيشن، مفيش حته في الجسم مش استرايد الا وعليها بكتيريا. طب ايه المشكله ان انت تعالج حاجه كولونايزر؟ ولا حاجه، هتدي دواء توكسيك وغالي وهتخلي العيان ده عنده ريزيستنس ايه؟ اعلى. علشان كده السلايد اللي بعديها انا حاطط لك اليو تي اي. ليه؟ لان الكولونايزيشن بص دي السلايد دي جميله قوي 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 علشان تفهم اليو تي اي. بيقول لك ايه؟ دي الاسيمتوماتيك بكتيريوريا. اسيمتوماتيك بكتيريوريا يعني ايه؟ يعني تبعت كلتشر لواحده ست اسيمتوماتيك وتطلع الكلتشر بوزيتيف، بينما ان هي ما عندهاش اي سيمتومز. جميل؟ طيب الهيلثي ويمن يعني الستات 1 لـ 5% تمام؟ من العيانين دول من الستات، الستات العادية يعني مصر فيها 50 مليون ست، تمام؟ 50 مليون ست دول يعني هتلاقي عندك يجي ايه؟ نص مليون لا 5 مليون يعني 2 مليون عندهم اسيمتوماتيك بكتيريوريا. يبقى لما تبعت كلتشر لواحدة يبقى أنت بتستعبط واحدة ما عندهاش سيمتومز، لأن في عندك 2 مليون واحدة اسيمتوماتيك بكتيريوريا. ومن الاسيمتوماتيك بكتيريوريا 32% عندهم بايوريا، يعني لما تعمل يورين اناليسيس تلاقي باس سيلز عالية. يبقى اذا تتعلم من كده ان وجود باس سيلز في اليورين مش معناها انفكشن، ووجود بوزيتيف كلتشر مش معناها انفكشن، ممكن يبقى كل ده ايه؟ كولونايزيشن. انت لما علشان كده اي واحد فيكم هيفتح الفيسبوك يقول لك البكتيريا القاتله الحقونا مش عارف ايه، طبعا اللي بيشير مش فاهم واللي مش عارف كله مش فاهم، تلاقيه دايما حاطط ايه؟ يورين كلتشر. بص عليها وهتركز. ليه؟ لان انت اللي عملت الريزيستنس لنفسك. واحد جاله بكتيريا يوم جاي مهبده انتي بايوتيك وبعدين تلاقي الكولونايزيشن اللي سببه يهبد الانتي بايوتيك، انت بتعمل سيلكشن لريزيستنت اورجانيزم، انت اللي بنفسك عملت الريزيستنس. فبالتالي المفروض دول ما يتعالجوش. طب بص البريجننت ويمن توصل ل 10%، طب الدايابيتك ويمن توصل ل 27%، طيب الالدرلي ويمن توصل ل 16%. الالدرلي ويمن في لونج تيرم كير، يعني واحده ست في بيت دار مسنين، يعني واحدة عندها 70 80 سنة، ايه بوست منوبوزال الفاجينا اتروفيك ومش عارف ايه. النسبة توصل ل 50% و 90% منهم عندهم باسلز. يعني نص الستات العواجيز لما تعمل لهم كلتشر هتطلع بوست يبقى ما تعالجش على هذا الأساس. تمام؟ هتقولي طب أعالج على ايه؟ أنت تقولي باسلز بوست وبتاع، لما تكون عندها سيمتومز فيفر، ديسيوريا. طب هل البول لما ريحته تتغير ده يكون كفاية؟ لا ده مش كفاية. واحدة عندها فيفر وسيستميك سيمتومز وبتاع ساعتها ممكن اعالج. البريجننت وومن دي اكسبشن، انا لسه هتكلم على البريجننت وومن. ديسيوريا من غير كلتشر؟ ما ديسيوريا دي سيمتوم. ديسيوريا دي سيمتوم، دي سيمتوماتيك مش اسيمتوماتيك. مفيش فيفر عندها مفيش ليكوسايتوز. ما لو ديسيوريا من غير فيفر ولا ليكوسايتوزز ولا باك ولا فلات بين ما دي اسمها ايه؟ سيستايتس، دي تتعالج. يبقى دي مش اسيمتوماتيك بكتيريوم. تمام؟ دي سيمتوماتيك. تمام؟ طيب لونج تيرم اندويلينج كاتيتر، يعني واحد مركب قسطره بول قعدت اكتر من 5 ايام، احتمال كام في المية لو بعت كلتشر تطلع بوزيتيف؟ 100%. واحتمال كام في المية يبقى في باس سيلز؟ 50 لـ 100%. يعني لما انت عندك عيان في الرعايه ومركب قسطره من 10 ايام وتيجي تقول لي هنبعت له كلتشر، انت هيطلع بوزيتيف، لازم هيبقى كرونايز. فمن فضلك ما تعملش كده. تمام؟ طب اول امتى اعمل؟ لما تكون شاكك في انفكشن وساعتها مش هتبعت من الفلويد. ماشي؟ دي خليها بعدين. طب الاسيمتوماتيك بكتيريوريا امتى تتعالج؟ الجايد لاينز اللي نزلت السنه دي لو بريجننت نادي اليون كومبرومايز ده مش اي حاجه، ده يقول لك لو عيان زرع كلى وفات عليه شهر من الزرع شهر فات تمام؟ يبقى ما ياخدش انتي بايوتيك. تمام؟ يبقى سيرتن انديكيشن، عيان يوتروبينك مثلا وجاي لك بفيفر. طب ما هو اصلا خلي بالك اليوتروبينك ده ما تلاقيش عنده باس سيلز لان الميتروفيلز قليله.
فساعتها ده ممكن يعني ما مش مناعه. واحده بريجننت ليدي عادي، واحد قبل يورولوجيك بروسيدير يعني داخل يعمل منظار. ليه اللي داخل يعمل منظار بعالجه؟ لان المنظار ده بيدخل يقطع، فازاي انا هقطع وفي بكتيريا اصلا كده بفتح تراك للبكتيريا انها تدخل. فهمت هو بيفكر ازاي؟ فيبقى بالتالي علشان كده ايه ده ياخد ال 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 فهمنا؟ طيب يبقى اول حاجه distinguish colonization from infection، دي اول خطوه. ده فعلا infection ولا لا؟ قلنا drains most likely هتبقى colonized. قلنا خلي بالك ان السبيوتم كلتشر دي في عيان ما عندوش نمونيا ولا فيبر ولا اي حاجه mostly هتبقى colonization. تاني حاجه يوز اكستندد انفيوجن، يعني بدل ما تدي الميروبينا تمام جرام كل 8 او 2 جرام كل 8 تعملوا انفيوجن، يعني خلي الميروبينا يمشي على ايه؟ على 4 ساعات او 3 ساعات. ليه؟ علشان انا لما بخلي الدواء في الدم مده اطول بينهبت الايه؟ البكتيريا. في ادويه ليها ميزه انها لو اتاخدت جرعه واحده كبيره مره واحده في اليوم زي الامينو جلايكوسايدز ليها بوست انتيبيوتيك افكت، لكن البيتا لاكتامز دول الاحسن ان انت تديهم انفيوجن بالظبط كده تمام، عشان هم تايم ديبندنت. فطالما هو الصيدله عشان كده طيب هو بص الصيدله بيفكروا في حاجه بطريقه مختلفه، يبقى التايم ديبندنت انتي بوتكس. انا مش هقول للدكاتره تفاصيل عشان دي حاجه بيور فور ماركت. يبقى التايم ديبندنت كيلينج زي البيتا لاكتام مين اللي لازم تديهم على مدار 24 ساعه. فبدل ما حاجه بسيطه جدا، بدل ما تقول للممرضه الميرنم خلصيه على نص ساعه، تقولي لها الميرنم ده خليه ايه ينزل ينقط ببطيء يخلص على 3 4 ساعات. شوف حل بسيط جدا قد ايه بيقوي الايفكتيف انتي بايوتيك. نمبر 1. نمبر 2 يوز ادجنكت ثيرابيز. يعني ايه ادجنكت ثيرابي؟ زي سيرجري او ريفرسال اوف ايمين سفريشن. قاعده في علم المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزمز، عاده البكتيريا اللي فيها ميوتيشن هي بكتيريا ضعيفه ولا قويه؟ ضعيفه. البكتيريا الميوتيتد دي بكتيريا ضعيفه، يعني اللي حصل فيهم سيلكشن دي بكتيريا اضعف من الـ من الـ من البكتيريا العاديه تمام. علشان كده البكتيريا دي عايشه على جلدي وجلدك ما بتعملناش حاجه لانها بكتيريا ايه ضعيفه. المهم المشكله ايه؟ انها بتيجي في عيان ضعيف، عيان في الرعايه، عيان عنده ترانسبلانت. يعني هي البكتيريا الميوتيتد دي ضعيفه، انما البكتيريا الطبيعيه اللي ربنا خلقها دي اقوى واحد. علشان كده انا لما بيجيلي البكتيريات دي عايز ادجنكت ثيرابي. واحد زارع كلى اقلل الاميون سبريشن، واحده لوبس وماشي على كورتيزون يبقى اقلل الاميون سبريشن لما يبقى عندي انفكشن، واحد ماشي على اي ادليموماب ولا ريفلكس يبقى انا ايه اوقفه المرات. يبقى اذا الفكره ايه؟ ان انا علشان عندي انفكشن خطير والانتي بايوتكس بتاعته صعبه يبقى انا اقلل الاميون سبريشن. كمان ممكن اعمل سيرجري، يعني ايه؟ واحد عنده ابسس في بطنه او كوليكشن بعد ليفر ترانسبلانت، فيري كومن بعد ليفر ترانسبلانت تلاقي كوليكشن تلاقيها مثلا ايه 300 مللي باس. طب انا 300 مللي باس دي اشتغل بالانتي بايوتك ولا اركب كيكتين ودرين او افتح اشيل الابسس عشان الشويه اللي باقيين يبقوا قليلين فالانتي بايوتك يقدر ايه؟ يشتغل. صور مش بس سورس كنترول، الفكره زي ما قلنا في علاج الاورام لما عايز تدي ورم بتعمل حاجه اسمها ايه؟ دي بالكي. دي بالكنج يعني تدخل تشيل الورم عشان الشويه الباقيين الكيموثيرابي يشتغل عليه. يبقى الفكره هنا ايه؟ ان انت عايز تشيل اكبر كميه عشان الشويه الباقيين الانتي بايوتك يقدر ايه؟ يشتغل. يبقى دي الحاجات الثانيه. رابع قاعده في قواعد دكتور جوبال كريشن بيقول نو ذا اكزاكت موليكولار ميكانيزم اوف ريزيستنس اند اكزاكت ام اي سي. احنا قلنا الميكانيزم اوف ريزيستنس دلوقتي. ليه لما تعرف الاكزاكت موليكولار ميكانيزم؟ لان انت لما تعرف هتقدر تسيلكت الانتي بايوتك الايه؟ المظبوط. والام اي سي ده المينيمال انهبيتري كونسنتريشن. للاسف احنا في مصر معظم المعامل بتشتغل بالديسكات اللي هي بتحسب لك المسافه، لكن الام اي سي ده بنعمله في معمل 57 واوريكم شويه كلتشر ده انا عاملهم في 57 واوريك عامله ازاي يعني عشان ما تاخدش التفاصيل. وكاتب ان احنا نعمل التحليل يا اما بالكارب ار يا اما مولدي تاف. كارب ار ده اللي هو التقدير التحليل ابو 800 جنيه اللي بيعرفك الريزيستنس ميكانيزم، وده موجود في كل المستشفيات على فكره. الكارب ار ده بيشتغل على المكنه بتاعت جين اكسبورت بتاعت التي بي، يعني هي اللي في مستشفى الصادر مش هم بيعملوا جين اكسبر يقدروا يعملوا كارب ار بنفس البتاع او بس الكيت مختلفه هيعملوا. في حاجه اسمها فيرست دوز سوبريمسي. يعني ايه؟ يعني في ستاديز اتعملت قالت ان العيانين اللي خد اول انتي بايوتيك صح فرقت معاه جدا في الكورس والمورتاليتي. فعشان كده الصح ان انت تبدا انتي بايوتيك مظبوط تمام.
وممكن تعمل نفس الستاندرد انتي بوتيك ويز انكريز دوزز. يبقى الميروبينام اللي احنا بنستعمله جرام كل 8 ساعات، الميروبينام في المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم يبقى ايه؟ 2 جرام كل 8 ساعات. التايبوسايكلين اللي احنا بنعمل لودنج 100 ونمشي 50 كل 12، في المالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم ايه؟ لودنج 200 و100 كل 12. تمام؟ يبقى اذا الدوز بتختلف في الرماح الريزيستنت اورجانيزم. يوز نون ستاندرد انتي بوتيكس. تمام؟ ايه النون ستاندرد؟ احنا اتكلمنا المره اللي قبل اللي فاتت على ان احنا نستعمل ادويه جديده او ادويه كانت زمان بتستعمل والناس بطلت تستعملها فدلوقتي هي افكتيف. ضربنا مثالين الفوسفومايسين والكلورامفينيكول. تمام؟ وي يوز كومباينيشن، ان احنا بدل ما ندي دواء واحد هندي ايه؟ دوايين. عليكم السلام. ليه بنعمل كومباينيشن؟ شرحنا ان الكوليسترول مع الميروبينام ده بيدوب السلم برين عشان الميروبينام يشتغل، وكمان شرحنا ان البيتا لاكتام بتالاو البنتريشن اوف امينو جلايكوسايد، وقلنا بريفنت ايمرجنس زي في التي بي او الاتش اي في، وعلشان ازود السبيكترم لو البكتيريا عندها كذا ريزيستنت ميكانيزم زي الايه؟ زي الزيتوبونز. طيب دي الجنرال رولز، تعالوا نختار اهم بكتيريتين بيطلعوا عينينا. الكاربابينم ريزيستنت اسيميتو باكتر بوماني والكاربابينم ريزيستنت تبزيانا لوموني. هنعمل ايه؟ اول حاجه ده ترو انفكشن ولا كولونايزيشن؟ دي اول قاعده. لو لقيت ترو انفكشن تراي تو ريموف لاينز اند دو سورس ريدكشن او سورس كنترول. يعني واحد عنده كليبزيلا نموني جاي له من السنترال لاين، يبقى العلاج ايه؟ هشيل السنترال لاين. واحد عنده كليبزيلا نموني من ابدومينال ابسس، يبقى العلاج ايه؟ درينال ابسس. واحد عنده كليبزيلا نموني من على مفصل، يبقى اعمل ايه؟ اشيل المفصل. تمام؟ اف بوسيبل طبعا، لان في احيانا مش هتقدر تعمل الحكايه دي. الكليبزيلا نموني كاربابينم ريزيستنت دي هتعمل سيفتازيديم افيباكتر، ده الدواء اللي هينزل الشريطه لو كانت الكي بي سي او الاوكسيد. طب هي ال NDM بتاعتنا اللي هو احتمال 50% يبقى الدواء ده ايه؟ مش هيشتغل. الكليبزيلا نموني لازم تحط كوليستين از كورنر ستون. يعني ايه؟ الاستادي اللي هو بتاع الانكريمنت دي خلي بالك لقوا ايه؟ ان العيانين احسن اوكا لما بتبقى مور ذان 1 انتي بارد. فبالتالي في الكليبزيلا نموني انفكشن هحط كوليستين مع ميروبينو او كوليستين مع تايبوسايكلين او كوليستين مع امينوجلايكوسايد او كوليستين مع ميروبينام وتايبوسايكلين او كوليستين مع ميروبينام وامينوجلايكوسايد. يعني اذا ايه الريكومنديشن في الاخر؟ مفيش جايد لاينز. ليه؟ لان البكتيريا دي مش كومن بره ومالهاش جايد لاينز، بس الاكسبيرينس بتاعها ايه؟ ان التريتمنت بتاع البكتيريات ده ايه؟ لازم يبقى دوال او تريبل او كوادربل. تمام؟ البكتيريا دي لما نزل جايد لاينز من حوالي شهرين ثلاثه فور مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزمز ان ترانسبلانت بيشنت، يبقى دي الحاجه الوحيده اللي هتلاقيها في الجايد لاينز ام دي ار ان ترانسبلانت بيشنت. قالوا ايه؟ قالوا لما يجي لك عيان ترانسبلانت عيان كومبرومايز ادي سيفتازيديم افيباكتام بلس ايه الدواء اللي اختاروه يتحط عليه؟ انستيريونام. ليه؟ عشان لو ان دي ام الاستيريونام هيخلص عليه. طب مشكله الاستيريونام ايه؟ الاستيريونام يقدر يقاوم الان دي ام، لكن الاي اس بي ال التانيين يبوظوه. طب لو البكتيريا عندها الاثنين كاربابينيميز وعندها اي اس بي ال، يبقى انت محتاج حاجه انهبيتور تنهبت الاي اس بي ال، عشان كده حط الافيباكتام اهو. واضحه الحته دي ولا؟ تمام؟ طيب استيريونام مقاوم لكلاس بي، لكن الاي اس بي انز الثانيه بتبوظه، فيبقى الاستيريونام محتاج الايه؟ الافيباكتام ده، عشان كده احنا حاطين سيفتازيم افيباكتام مع استيريونام. دي الجايد لاين الوحيده اللي ممكن تلاقيها. طب احنا ما عندناش في مصر استيريونام، هنبقى مضطرين نستعمل ايه؟ الكوليسترول. تمام؟ يبقى الكوليسترول ده اللي هنضطر نستعمله للان دي ام، او هنستعمل تايبوسايكل. طب ممكن تستعمل الميروبينام لعلاج الكاربابينم ريزيستنت تير بكتريسي؟ اه، بس هتستعمله مع حاجه ثانيه ولما يكون الام اي سي 8 او اقل. يعني انت الام اي سي لو هي اكتر من 4 الكالتشر هتطلع لك ايه؟ ريزيستنت. لكن لو انا جبت الترو، عليكم السلام طبعا، لو انا جبت الترو ام اي سي بتاع الميروبينم لو اكتر يعني طلع لي 16 يبقى عاده الميروبينم الدبل دوز ده مش ايه؟ مش هيبقى افكتيف. ممكن تستعمله
وفي الجايد لاينز هتلاقي ان انت ممكن تستعمل ميروبينم مع دوريبينم او ميروبينم مع ارتابينم ديوال كاربابينم. لكن الاهم ان انت تبقى عارف ان مش ده المفضل. احنا عندنا انذر ايجنت اللي هو ايه كوليسترول, بس مش هتلاقي ستاديز انف على ال NDM لان ده مش مشكله في امريكا. المشكله دي ايه بتاعتنا احنا. انا لما جه عيان كان عنده NDM وكان جاي يزرع عندنا في المستشفى, رجعت الاستاذه تقول ايه العيان ده اترفض في هارفارد عايزين يجي يزرع. راح جايه الاستاذه الكبيره بقى بتستعبطي, يعني بتقول الدكتور كنت بتستعبطي انت عايزه تدخلي NDM عندنا في المستشفى, ورفضوه برضه. منعوه يدخل المستشفى. انا عايزك تفهم البيكتشر دي اللي احنا ايه قاعدين هنا ايه نلعب معاها. يبقى الان دي ام اللي احنا قاعدين نلعب معاها دول رفضوا انها تدخل المستشفى. ليه؟ لان هم عارفين انها رخمه جدا فهي مطلعه عيننا. فانت لازم تتخيل ان علاجها ايه صعب. سؤال, انا قعدت فيلوشيب سنتين استعملت الكوليسترول في امريكا كم مره؟ مره. ليه؟ لاني مش محتاجه. طب وجود الان دي ام مثبت يعني؟ اه كل الاستاديز بقى ان دي ام تمام. فهي دي المشكله اللي ايه اللي عندنا. فانا عايزك تتخيل. طيب الكاربابينم ريزيستنت اسيتوباكتر بوماري ممكن كوليسترول لوحده تمام. يبقى الاسيتوباكتر بوماري دي ممكن الكوليسترول يبقى لوحده, لكن الكليبزيلا دي هتحتاج اثنين او ثلاثه او يمكن ايه او يمكن اربعه تمام. وهنزود اي حاجه بوزيتيف. طيب نبدا بقى علشان خاطر ايه ما نضيعش وقتنا. انت هتلحقي لي 30 واحد كويس. يلا دي كلتشر. عيان عنده 60 سنه عنده ديسيوريا وفلانك بين. ديسيوريا وفلانك بين يبقى الدايجنوزس ايه؟ بايرونفرايتس. يبقى مش سيستايتس, فلانك بين وديسيوريا تمام. بايرونفرايتس هتبص على الكلتشر. يلا يا دكتور مروان ايه العيان كاتر سيفتي اكتر من 10 تو ذا باور 5 يبقى دي ايه ترو. طلع ايه اي كولاي. بص الاي كولاي السنسيفتي بتاعتها دي تقريبا دي ايه اسبال دي ايه اسبال لا دي لا دي بس عايز تديها ايه اختار اي واحد. اختار انهي واحد ابسط واحد. اختار ابسط واحد. اختار اللي انت عايزه تمام. لو العيان ده محجوز في المستشفى وحرارته عالية 40 وتعبان وضغطه واطي هتختار هتختار الاوجمنتين ده. ممكن الاوجمنتين برضه بس تختاروا ايه اي بي تمام. تختاروا اي بي. طب العيان ده لو هو بس بايرونفرايتس بسيطه وسخونيه بسيطه وعايز تديله اوت بيشنت يبقى ممكن تديله اوجمنت وهيبقى افكتيف 100 100. يبقى دي مش اي اس بي ال تمام. يلا اللي بعده. شوف الحكايه بسيطه ازاي. اللي بعده الكارتر دي طلعت عيني. بص يا سيدي الكانسر دي لقيتهم حاطين كل الانتي بايوتكس. عيانه كان عندها 40 سنه وفيفر رانون اورجن. وبعدين بص فوق مكتوب ايه افتر 10 دايز نو جروث. امال انت عرفني كل الانتي بايوتكس حاططها ليه؟ بس هي ستامبا بيحطوها تمام. فخلي بالك انا هدي مكافاه في انا حاطط تقريبا ثلاثه كالتشرز من مسميات كبيره قوي وفيهم اخطاء, فاللي هياخد المكافاه هو اللي هيطلع الغلط تمام. انا عايز اقول لك من كده ايه؟ ان خلي بالك ان ممكن الكالتشر تبقى غلط. فانت لازم مهمتك ان انت ايه؟ ان انت تعرف الكالتشر غلط. وانت دلوقتي هتقدر تعرف الكالتشر غلط ان انت فاهم, فتقدر تطلب كالتشر ثاني. يلا العيانه دي 75 year old female with septic shock after liver transplant. ماشي ليفر ترانسبلانت وجالها septic shock. دي ايه؟ اول حاجه لما ببص هي اول حاجه انا عايز ابص هي كاربابين سنسيتيف ولا ريزيستنس. يبقى دي ايه؟ لا مش اي اس بي ال دي ريزيستنس كاربابين. يبقى دي سي ار اي خلاص. يبقى دي كاربابين ريزيستنت ايه كليبزيل. كاربابين ريزيستنس كليبزيل سنسيتيف لايه؟ البوليميكزين بي ده اللي هو ابن عم الايه؟ الكوليسترول. الكوليسترول بوليميكزين اي ولا البوليميكزين بي مش بيروح للبي. يبقى لو عندك يو تي اي بالبوليميكزين بي ما ينفعش. بلاد كلتشر ينفع. البوليميكزين بي ليس توكسيك بيستعملوه في اطفال كتير. يبقى العيانه دي انا عايزك تديها علاج. العيانه دي عندها بكتيريميا. العيانه دي عيانه فعلا عندها بكتيريميا بي كاربابينم ريزيستنت كليبزيلا. تعمل ايه؟ برافو ده الكومباينيشن اللي جاب لها رينال فيلير.
ما انت اخترتي ما خدتيش بالك انت تسرعتي وانت بتعالجي كالتشر مش بتعالجي عيان. احنا عايزين نفتكر ان احنا بنعالج عيان. فتدي دواء نيفروتوكسيك جدا مع دواء مع دواء برضه نيفروتوكسيك فطبيعي ان العيان دي جابها لينا الفيليا. ممكن ميروبينم مع كوليسترول لو كان الام ار سي بتاع ميروبينم 8 او اقل ماشي. انا عايز اقول لك قولي لي نعمل حاجه ثانيه. العيانه دي عايزين حل تاني عشان نعالجها. انتوا دكاتره انا مش عايزك تبص للكالتشر نشوف الجيناتيك تيست بقى ماشي. بص لايك يا ان دي ام او اوكس مش مهم تعمل ايه. سنترال لاين اشيله لان الجرام نيجاتيف موست لايكلي هتبقى عامله سيدنج ذا سنترال لاين. يبقى اول حاجه قلت لهم يعني العيان ده انا ما كنتش بعالجه بس كان يعني حد فانا بقول له ايه مفضل تشيل السنترال لاين. يبقى اول حاجه انا قلتها تشيل السنترال لاين. قلت له ايه تاني؟ قال لي الله عليك العيله دي عندها عامله ليفر ترانسبلانت يبقى ايه؟ اقلل الاميون سبريشن صح؟ طب العيله دي عندها كوليكشن يبقى اعمل ايه؟ افضي يبقى افضي الكوليكشن تمام؟ اشيل اللاين وابدا انتي انتي بايوتيك. الانتي بايوتيك كوليسترين باك بون لازم كوليسترين واحط معاه ايه؟ هاي دوز ميرنا او احط معاه اميكيسن او جنتامايسن واقول للكيدني باي باي لان دي لايف ثريتنينج انفكشن. وكده كده خلي بالك قرار باي باي الكيدني في عيانين الليفر ترانسبلانت ده قرار سهل عكس العيانين العاديين. ليه؟ لانه كده كده واخد اميون سبريشن فممكن يزرع كليه بعد كده. فهمت؟ يعني القرار مش بالصعوبه اللي انت متخيلها. يعني اللي زرع كبد ممكن يزرع كده وهو اميون سبريشن واحد. ايه؟ دي نقطة ما كنتش واخد بالك منها. طب لا مش بقول العيال امال احنا بنعمل ايه؟ ما احنا دكاترة. تمام؟ نظريا ماشي بس عمليا مش فاهم. لا لا انا عملناها كتير بس بغض النظر ايش. طب لحظة يعني هو سنسيتيف كولينس ممكن معناها ان هو ضروري يبقى سنسيتيف كولينس دي؟ عادة اه. تمام؟ يبقى اتفقنا بس المفروض المعمل ما يعملش الحركة دي، المفروض المعمل يكتب لك كوليسترين او بتاع لان ده اللي بنستعمله في كل عين. اتفقنا؟ يبقى كوليسترين باك بول ومعاه حاجه ثانيه او حاجه ثالثه، ايه على اي اساس بختار الثانيه والثالثه؟ السنسيتيفيتي، انا في العيان دي هختار الجنتامايسن، السلام عليكم، هختار الجنتامايسن او الاميكيسن، ليه؟ علشان ده ان انا شايف ان هو سنسيتيف فبالتالي ده الاوقع ان هو ايه؟ يستعمل، تمام؟ اللي بعده 38 يير اولد ميل سيتس بوست ليفر ترانسبلانت وعنده ابدومينال كولكشن. تمام؟ ده عيان عنده عيان كل العيانين دول عيانين فعلا انا بدي لك بالوصف. ابدومينال كولكشن وطلع فيه سودوموناس ايريجينوزا وطلع ريزيستنت سيبتازيليم وميروبينم وتوبرامايسين وسيبرو وليفو وسيبيبين. اول حاجه فاضي كولكشن تمام؟ واعمل ايه تاني؟ واقلل الاميون سبريشن. وبعدين ابدا تمام دي ريزيستنت لكل حاجه. يبقى ايه الغلطه اللي في الكالتشر دي؟ لا هي فايتو بروسيسز دي لسه احنا قلنا بنطلبها دي بالطلب الجينيتك تيستنج احنا شرحناها. هو كاتب بان دراج هو كاتب بان بس هل مش مزرع كل الانتي بايوتكس مش موجوده. برافو عليك برافو. يبقى الكوليسترول مش موجود يبقى بيستعبط. انت ازاي تديني كالتشر من غير كوليسترول؟ ايه مشكله ان انت ما تحطش الكوليسترول في الكالتشر؟ ايه المشكله؟ عشان انت تتعلم بعد كده تطلبه ان انت الكوليسترول ده دوت بيجيب لينا الفيلير عند 40% من العيانين. فتخيل تخيل لما انت انا عارف ان الزودوموناس دي هتطلع سنسيف للكوليسترول لكن تخيل ان انت تبدا كوليسترول والعيان يجي له لينا الفيلير هيروح المحكمه يقول ايه؟ ده يا دكتور اداني دواء طبعا ما حدش هيبص ان هو خف متحسن مش هي دي القصه لكن ده جاب لابويا لينا الفيلير واداله دواء مش مكتوب في المزرعه. يبقى دي ليها ميزه كوليجال امبورتنس. هل في زودوموناس بتزيد الكوليسترول؟ اكيد في بس مش كتيره في مصر الحمد لله. لكن اللي انا عايز اقول لك ايه؟ ان دي حاجه لازم تبلغ المعمل تقول له من فضلك اعمل لي ايه؟ سنسيتيفيتي للكوليسترول لان دي ميديكال كوليجال امبورتنس طبعا واضحه. الحاجه الثانيه انا الزودوموناس دي هستعمل الكوليسترول لو سنسيتيف ممكن احط معاها حاجه ثانيه. حاجه ثانيه بهاي دوز. الله عليكي احط طيبس الزودوموناس اه انت دومينس سوري اه لا مش هي دومينس ايوه لقطتك بتاع المايكرو لقطتك على طول. يبقى التايكسايكلين ما ينفعش مع زودوموناس ايريجينوزا تمام؟ التايكسايكلين ما ينفعش تمام؟ يبقى انا هضطر ان انا احط معاه ماينو جلايكوسايد مثلا او اضطر ان انا احط هاي دوز ميروبينم او احط سيفيتين او سيفازيدين او حاجه حتى لو هي البكتيريزيس. يبقى اذا لما يطلع لك كالتشر فيها كل الانتي بايوتيك ريزيستنت يبقى حلك ايه؟
قال الاميون سبريشن، اعمل سورس كنترول، وكمان هتعمل ايه؟ هتبدا ان انت تدي مالتيبل انتي بوديز، تعمل كومباينيشن. لازم في الريجين ولا لا؟ نعم في الريجين لازم. لا لا مفيش ريجين في الزبون. في حد لو كولكشن معاك احنا قلنا مش بتسالك حاجه. الله انت خدتني في حته للكالتشر، انا السؤال ده بعد شويه. الله الله الله، بص هو قال لك المعلومه دي حلوه قوي، انا اللي نسيتها معلش، انا كنت هقولها بس في حته ثانيه. هنا بيقول لك انت مينا؟ بص الدكتور مينا بيقول ايه؟ بيقول لك خلي بالك ان الابدومينال كولكشنز ممكن يبقى فيها انيروبس، تمام؟ والانيروبس مش كل المعامل تقدر تطلعها. مين اللي قال المعلومه دي؟ قلت لك مدير المعمل بتاع بيتسبورغ، ده بيشتم معامل امريكا الثانيه، فعايزك تتخيل معامل مصر. فاذا الانيروبس مش دايما تطلع. طب انا لو اديت ميروبينم، ميروبينم دي جود انيروبيك كامل، يبقى مش محتاج. طب لو اديت سيفيبيم يبقى ده محتاج ايه؟ فلاجين معاه. يبقى دايما في اي ابدومينال كولكشن حط حاجه ليها انيروبيك اكتيفيتي، او تحط حاجه مالهاش بس تحط معاها ايه؟ فلاجين. ماشي؟ طيب عيانه 40 سنه بعد ليفر ترانسبلانت سيرفيلانس كلتشر شو شايفين السبيوتم؟ والله جم اتصلوا بيا كده، احنا بعتنا سبيوتم كلتشر فطلعت لنا ايه؟ كليبزيلا نموني وادي السنسيفيتي، تازو سيل ليفو سيتازيديم وتوبرامايسين. سيرفيلانس كلتشر بعتناها كده، تعمل ايه؟ ايه رايك في الكلتشر دي يا دكتوره امنيه؟ يعني هي غريبه. ايوه دي اول حاجه قلت لهم الكلتشر دي غلط اصلا، دي مش كليبزيلا. الكليبزيلا عاده السنسيفيتي بتاعتها ما بتبقاش كده. ثانيا ازاي سنسيف للتازو سيل وريزيستنت للميروبينم؟ دي موستلي بتبقى حاجه مس ايدنتيفايد. تمام؟ طيب اللي بعده 65 سنه ستيتس بوست. انا شغال في وحده زرع كبد فهتلاقي عينين كتير زرع كبد. 65 يير اولد ليفر ترانسبلانت، تمام؟ ادميتد ويز فيفر، عيان ليفر ترانسبلانت داخل المستشفى بفيفر، سحبت له بلاد كلتشر طلع زودومونس وسنسيف للميروبينم، هتعالجها بايه؟ انترميديت. انترميديت ميروبينم، تعمل ايه؟ ممكن تستعمل هاي دوز ميروبينا تزود الجرعه، او تحط معاه تمام كوليسترول وتعمل له اكستندد انفيوجن وتعمل ايه تاني؟ ولو في درينج تفضيه وهو ليفر ترانسفير تعمل ايه؟ وتقلل الايميون سبريشن. اثنين كل واثنين في ثلاثه ايه؟ ادجستد. يعني ايه؟ يعني لو واحد رينال فيلير يبقى اثنين في ثلاثه. طب واحد عاد نورمال كيدنيز يبقى 2 كل 8 ساعات. طب لو واحد انت هتدي له هاف دوز يبقى ياخد هاف ال 2 في 3. فاهمين الحته دي؟ يعني واحد الكريات، اصل خلي بالك هتلاقي مكتوب دايما في الجايد لاينز ايه؟ الكرياتينين كليرنس لو 50 ادي مثلا جرام كل 12، حلو؟ ده بيقلل الريجولار دوز، فانت لو مدي دبل دوز هيبقى دبل الايه؟ الادجستد دوز. تمام؟ طيب 68 يير اولد ميل سيسس موتيفر تريكا بريزنتنج ويز نومونيا. يعني ايه؟ عنده نمونيا. النمونيا دي طلعت ايكولاي. ايه رايك؟ الكومنت ايه الايكولاي دي؟ ها؟ اي يعني ايه الكالتشر دي؟ دي ايه؟ دي اس دي ال ولا كاربينم ريزيستنت ولا دي ايه؟ هي مش لا ايه ها؟ لا ما زينس. طب سنسر في سترايزون يبقى اي اس دي ال؟ لا جي اس دي ال. عايز تديها ايه؟ طب ليه طلع انترميديت طيب؟ اديها اظن تبقى غلط في المزرعه. دي غلط في المزرعه، تمام؟ مش المفروض انها تبقى انترميديت تايت سايد. تدي علاج ايه يا دكتور اسماعيل؟ ها؟ هتديها عايز تديها سيفترايزون ولا تفرق؟ ماشي ما عنديش مانع اديهم. خلاص؟ طيب 49 سنه ليفر ترانسبلانت ديفيلوب فيفر ديورينج هوسبيتاليزيشن، تمام؟ ديورينج هوسبيتال. استنى بس انت بس ما تبص ما تاخدكش الحماس، تمام؟ يعني العيان سخن، يبقى احنا في مره هنتكلم على حاجه اسمها كريتيكال كير اي دي. يعني ايه؟ الانفكشنز اللي بتحصل جوه الرعايه، لان جوه الرعايه انفكشنز معروفه. انت جوه الرعايه بيجي لك يا اما هوسبيتال نمونيا، يا فنتليتر اسوشيتد نمونيا، يا ديكيوبيتاس السر وسكرال اوتيمالايتس، يا بيجي لك دي في تي، يا بيجي لك كولستريديوم ديفيسيل، يا بيجي لك كلابزي سنترال لاين اسوشيتد باسلي انفكشن. ماشي؟ ايه دي الحاجات اللي بتحصل جوه الرعايه؟ فانا بدخل دايما في الرعايه عشان ادور على حاجه من الحاجات دي. طيب انت عندك العيان 49 سنه وليفر ترانسبلانت فيفر ديورنج هوسبيتاليزيشن. بص دي التيب اوف ذا سي في بي اللي ايه؟ يبقى الحكايه ايه؟ ان ده كلابس سنترال لاين اسوشيتد بلاد ستريم انفكشن. طلع كبزيلا، كبزيلا دي ايه؟ ها؟ بص ركز
كاربابينم ريزيستنت، ريزيستنت لروبينم، يبقى دي سي ار اي. هتعالجها بايه بقى يا باشا؟ الله عليك، السايكل مش حلو لان مش بيأتشيف بالبلد ليفل. طب نعمل له ايه؟ مش حاطط كوليسترول، ودي غلطه في المزرعه، فرحت انا جاي مكلم المعمل من فضلك حط لي كوليسترول. ايه تاني؟ هتشيل السنترال لاين، بس دي مالهاش لازمه لان هو بيقول لك اكتب، يعني هو اتشال اصلا، هو اتشال خلاص؟ هقلل الاميون سبريشن تمام؟ ولو في كوليكشن اشيله وهدي ايه؟ هدي هاي دوز تريبيسايكلين وادي معاه ايه؟ كوليسترول تمام؟ يبقى هدي الاثنين، او ممكن ادي كوليسترول تريبيسايكلين مع ليفوفلوكسيسين، ادي ثلاثه. على اي اساس؟ على اساس العيان، لو العيان ما بيتحسنش انا مضطر ان انا ادي ثلاثه. عيان اديته كوليسترول مع تريبيسايكلين لقيته اتحسن وبقى زي الفل، خلاص الحمد لله. لو انا عليت الدوز التايكسل ما هي الفكره ان هو دازنت اتشيف ذا جود بلاد ليفل، فانت لما بتدي دبل دوز اكيد الليفل بيعلى، فاهم قصدي؟ ممكن، واحنا قلنا ان ده واحد من الريزيستنت بتاع الميكانيزم اوف ريزيستنت بتاع الكولونز غير الميكانيزم اوف ريزيستنس بتاعت ال الكاربابينبس. ممكن تبقى سنسيتيف للكاربابينبس، ممكن تبقى سنسيتيف للكولونز. نعملها كتير. نعم؟ لا الطيب سايكلين المفروض ان ليه دوز ادجستمنت في الليفر، فلما انت هتاخد الدوز ادجست دي وتعمل لها دبلنج. تمام؟ نعم. لو العيان تمام، لو العيان عنده، خلي بالك ان انت ممكن يبقى اللاين في بوزيتيف كلتشر والعيان ما عندوش بلاد ستريم انفكشن، مجرد ما شلت اللاين العيان يبقى زي الفل. لكن العيان ده اهو جاله فيفر ومحجوز في المستشفى وعيان اميون كومبرومايز، فالعيانين اللي عندهم اميون كومبرومايز احنا ما بنصبرش، وي تريت از اف انها بلاد ستريم انفكشن حتى لو البلاد كلتشر طلع ايه؟ نيجاتيف. انا قصدي تمام. الفكره في ايه؟ الفكره ان انا ببقى مش عارف العيان ده البلود ستريم كلتشر هل هي نيجاتيف علشان هي فعلا ما عندوش بكتيريميا، ولا هل هي نيجاتيف علشان البكتيريميا بتاعته انترميتنت. احنا اتفقنا ان عيانين السبتك شوك في امريكا تمام كام في الميه من الكلتشرز بتبقى بوزيتيف؟ 50 ل 60%. يبقى اذا عيانين السبتك شوك، عيانين السبتك شوك في امريكا 50 ل 60% بيبقوا بوزيتيف. يبقى معنى كده ان احنا ايه؟ وي مس اولموست هاف ذا بوزيتيف كلتشر. فهل العيان اللي عنده تيب اوف سي في بي ده طلعت لي كلتشر بوزيتيف، هل اعامله على ان اكيد الكلتشر بتاعته نيجاتيف وهو عيان كريتيكال واميون كومبرومايز؟ تمام؟ علشان كده تلاقي الجاي جايز يقول لك ايه؟ دايما احكم على العيان. تمام؟ احكم على العيان ليه؟ لان انا العيان السبتك ده وطلعت لي التيب، هقعد افكر ده كولونايزيشن؟ اه ممكن تبقى كولونايزيشن. لو عيان مش اميون كومبرومايز تمام؟ ده ممكن اديله علاج 5 6 ايام وخلاص او كام يوم، لكن عيان اللي عنده سرطان او زرع نخاع او حاجه لا ما بلعبش. مضطر ان انا اديله الجرعه العاليه، خصوصا انها كاربابينم ريزيستنت انفكشن. فلو انت ما عرفتهاش من الاول صح العيان ايه؟ هيتعب. تمام؟ لا اخدت ايه؟ يعني في وقت الفيفر او ما احنا اتكلمنا عليها المره اللي قبل اللي فاتت، ان احنا قلنا اقصى على سنسيتيفيتي قبل الايه؟ قبل الفيفر. تمام؟ طيب وفي مره هنتكلم في الكريتيكال كير اي دي ازاي تشخص سنترال لاين انفكشن. هل ممكن تبقى كلتشر من سنترال لاين بوزيتيف والعين ما عندوش انفكشن؟ اه ممكن، وهنتكلم عليه في الكريتيكال كير اي دي، دي قصه بعدها. نعم. تمام. حضرتك لما تيجي تفتحي اي كتاب بيعمل دوزنج للميروبينم هتلاقي يقول لك ايه؟ الميروبينم جرعته جرام كل 8 ساعات، ويقول لك لو الجي اف ار كذا
يبقى جرعته نص جرام كل 8 ساعات. حلو. انا لو انت جيتي بصيتي على الجي اف ار بتاع العيان ورحتي جاي تداله نص جرام كل 8 ساعات انتنسيتي ان احنا اصلا عاملين دبلنج. يعني ايه؟ يعني هما بيقولوا لما الجي اف ار 50 نصص الجرعه. حلو. طب خلاص انت هتنصصي انهي جرعه؟ هتنصصي الجرعه الجديده العاليه هي دي اصلا. لو انا بس هبدا مش مع عيان احنا هنبدا له او عنده كربوكسيل ريزيستنت انفكشن صح؟ جاي برينال انفيرمنت هتدي له الجرعه كام؟ انا بقول لك خلي بالك ان في غلطه يعني في حاجه الناس ما بياخدوش بالهم منها ان الكتاب بيبقى كاتب ايه؟ بيبقى كاتب الجرعه العاديه جرام كل 8 الجي اف ار 50 نص جرام كل 8 جي اف ار 25 ربع جرام كل 8 حلو؟ فانت هيجي لك العيان داخل لك من هتيجي جرعته الجي اف ار بتاعه 50 هتقول ايه؟ مكتوب في الكتاب نص جرام صح؟ فانا اقول لك لا انت نسيت ان احنا اصلا عايزين نعمل دبلنج الدوز فخلي بالك من الحكايه دي. يعني حضرتك قصدك ان هو بدل جرام كل 8 بقى جرام كل 12 طيب بدل 2 جرام كل 8 بقت 2 جرام كل 12 بالظبط كده بالظبط كده. طيب 52 سنه ابدومينال كوكون سندروم حد شاف البتاع ده قبل كده؟ طب ده كان عيان عنده حاجه اسمها ابدومينال كوكون سندروم. ابدومينال كوكون ده زي بيحصل فايبروزس شديد جدا في البريتونيوم ويبدا بطنه عارفين يعني ايه كوكون؟ كوكون يعني شرنقه شرنقه بتاعت الدوده. فابدومينال كوكون ده بيجي بطنه تتحول لحجر جميل؟ فالعيان ده بطنه اتحول لحجر وطلع له الزودوموناس الجميله دي. نعالجه ازاي يا دكتوره امنيه؟ هتديله ايه؟ ماشي دي حاله صعبه انا جايبها الدكتوره امنيه عشان هي اللي معاها دكتوره الميكروبازيه دي حاله لذيذه حطينا في المنطقه. نعم؟ دي مختلفه دي بنت عمها تمام؟ طيب عيال 50 سنه فيفر وفلانك بين فيفر وفلانك بين طالما فيفر وفلانك بين يبقى ايه؟ سبايرونفرايتس وطالع لك ايه؟ سنس ريزيستنت للميروبينا سنس مثلا تايجيسايكل تعالجه ازاي؟ تايجيسايكل مش مفضل للايه؟ لليورين. في كيس ريبورتس ما تقعدش بقى يعني حد يمسك لي كيس ريبورتس احنا بنتكلم على كلاسيك تايجيسايكل مش بيروح للبول تمام؟ طب هنعالجه بايه؟ مش كوليسترول نعم؟ دي بلاد انا اسف انا اتلخبطت انا لسه دي بلاد كلتشر وعنده فيفر وفلانك بين يعني يبقى معنى كده ان عنده فيفر وفلانك بين يعني معناه ان عنده بايلونيفرايتس ومعاه حاجه اسمها سكندري بكتيريميا تمام؟ يبقى سكندري بكتيريميا سكندري بكتيريميا بكليبزيلا ذات سكاربابيلم ريزيستنت تعالجها ازاي؟ مش موجود فانت لازم تقول للمعمل من فضلك حط لي الكوليسترول طب لو لقيت انها سنسيف للكوليسترول زي 99% من هحط كوليسترول مع حاجه ثانيه احط كوليسترول مع ايه؟ ممكن ساعتها تستعمل تايجوسايكل ممكن هاي دوز ميروبينا ممكن تحط كوينولونز بس لازم تحط كوليسترول ومعاه حاجه ثانيه تمام؟ طيب 25 سنه ويز رابتشرد ابندكس ابدومينال ابسس ريفيلد ايه دي؟ دي ايه؟ اي اس بي ال صح لان هتلاقي ريزيستنت للسيترايزون والسيفتازيديم واللي هي ريزيستنت للسيرجن ريشن سيفروسبورز ذات ستيل سنسيف للايه؟ تختار لها ايه؟ تختار لها ميروبينامين طب لو عايز تروحها البيت اختار ارتابينم ليه؟ عشان بيتاخد مره واحده في اليوم هي دي الحته اللي انا كنت حاططها عشان اللي قالها مينا دلوقتي اللي هي ايه؟ خلي بالك ان دايما مع الابدومينال انفكشنز ممكن يبقى في انيروب ما تزرعش فمن فضلك ما تديش حاجه مالهاش انيروبيك كفرج كويسه زي مثلا الامينوغلايكوسايد فاهم؟ يبقى انا احط حاجه للتي انيروبيك كفرج والميرونام دي الاكسلنت انيروبيك كفرج ماشي؟ طيب يلا عيان 32 سنه ويز انفكتد سيرجيكال ووند ترو بيشنتس كل دول عيانين بجد 32 سنه وانفكتد سيرجيكال ووند الكالتشر طالع لي ايه؟ كليبزيلا دي تديله ايه؟ مش عامل كوليسترول للاسف نعمل له كوليسترول وهنديله كوليسترول وايه؟ ممكن كوليسترول وتايجوسايد عيان مش اميون كومبرومايزد ممكن تبدا معاه بالجرعه العاديه بتاعت التايجوسايد تمام؟ انا هقول لك لو في اميون كومبرومايزد 64 سنه ليفر ترانسبلانت فيفر افتر هوسبيتال ديسشارج يعني العيان خرج وبعدين جاي لي ايه بقى؟ بص
بص جاي لك فيفر افتر هوسبيتال ديسشارج، ركز قوي في الحاله دي. بايل باكت درين يعني عمل كلتشر العيان ده عملها وجيه اتصلوا بيا قالوا لي عملها في البلد بتاعي، انا جاي عمل زرع هنا في القاهره وراح بلد وعمل كلتشر من الدرين طلع اوكيجنال باسيلز يعني مفيش باسيلز كتير وطلعت اسيميدو باكتر عامل رخامه. اسيميدو باكتر دي لما بتيجي في الدم والبلاد كلتشر 60% مختلف ماشي. اسيميدو باكتر دي ارخم واحد. اسيميدو باكتر اوكيجنال باسيلز وجايه المزرعه من الدرين ممكن تبقى ممكن تبقى انفكشن وممكن تبقى ايه كولونايزيشن. والفيبر اللي عنده ممكن يكون اللي عنده ايه برد انفلونزا. يبقى اذا انا عايزك تتعلم ان مش معنى بوست اوف كلتشر من درين انها ده ترو ايه ترو انفكشن تمام. نعم العيان ده اميون كومبرومايز بس الدرين لازم تطلع الكلتشر بوست. يبقى الحل ايه؟ تعالى يا عيان واكشف عليك. لقيت عنده برد هديله علاج البرد. لقيت عنده كولكشن مكان الدرين دي يبقى ممكن دي تبقى فعلا ترو انفكشن وساعتها انا هدي علاج. علاج الاسيميدو باكتر بوماني دي ايه؟ ممكن ياخد حاجه زي تاجيسايكل، ممكن ياخد حاجه زي الايه؟ كوليستين از ستاند الون زي ما اتفقنا في الاسيميدو باكتر. طيب عيان 32 سنه انفكتد انكل بروسيسس يعني فالعيان ده عنده انفكشن في الانكل تمام؟ وطالع له كذا حاجه. طالع له ثلاثه اورجانيزمز. هي عارفه العيان، فالعيان جاي اول ما شافته كان عندنا مشهور. العيان ده طالع له كليبزيلا وطالع له ايكولاي. بص بقى واختار ايه ريجيمنت. يعني عنده بولي مايكروبيال انفكشن. اختار على اوحش واحده. تمام؟ لا ما تختارش على اوحش واحده، انت تختار على ايه؟ عادي برضه يغطي الاثنين. مش اوحش ما ممكن تختار على الاوحش لكن الثانية هتبقى سايبها فلط كده ما تقوم تعمل دلوقتي الانفكشن. لا يا حبيبي انت تختار حاجه تغطي الاثنين. كوليسترين هيغطي الاثنين صح. هو الكوليسترين فيه هولز فيه بكتيريا مش بتموت بالكوليسترين. البروتياس ما بتموتش بالكوليسترين على فكره جاي. لا يا استنى شويه تمام. ها يبقى اختار لي ريجيمنت كوليسترين وبيروبيلا او ممكن تختار كوليسترين وايه ثاني؟ ممكن تحط تايجيسايكلين يقتل الكليبزيلا ويقتل الايكولاي. اه طب فين التايجيسايكلين هنا؟ ميسي بيكتوه تقول لهم حطوه تمام. يا هو اختار كوليسترول مع تايجيسايكل تمام. انا عايز اتعالج بتايجيسايكل. طب ليه ما اداش ميروبيلا؟ نعم ليه ما اداش ميروبيلا مع كوليسترول؟ اه ممكن ادي ميروبيلا. انت بتعتمد على يعني اصل ما فيش جاي دايت ممكن تختار ده او تختار ده تمام. ليه طلبت التايجيسايكلين في العيان ده وعرفت العين ما نكتبهاش بالمره ما احنا هنا في سايكل في الواقع تمام. ايوه ما احنا طلبنا مزرعه ثانيه. ما انا عارف العيان انا اجيب لك واحده من المزارع وده ليه بتاع 40 واحد. طب حضرتك بدات انتاج ايه ساعتها يعني؟ اول ما بدانا بالكوليسترين مع ميروبيلا تمام. بعد كده عملنا شيفتنج. عملنا شيفتنج يعني ده بقاله سبع شهور. طب من الاكسبيرينس بتاعت حضرتك يا دكتور التايجستين فعلا افكتيف علشان يعني عندنا في المستشفى دايما بيبقى الريزلتس بتاعته مش احسن حاجه فكتير مش بيحطوه يعني ف ال الكلينيكال اكسبيرينس بتاعت التايجستين ان هو افكتيف في بعض الحاجات ومش افكتيف في بعض الحاجات. في البلاد ستريم انفكشنز مش حلو تمام. انما في التيشو انفكشنز هتلاقيه ان هو كويس. في الابدومينال انفكشنز ممتاز تمام. المهم انت لازم تختار الانفكشن انت عايزه. ده بون انفكشن كوليسترول مع تايكسايد او كوليسترول مع ميروبيلا. انا افضل كوليسترول مع ميروبيلا لكن شويه ولقينا الايكولاي دي بقت ريزيستنت ده الهيستوري بتاع العيان وبعد كده ميروبيلا ما بقاش نافع فاضطرينا نستعمل تايكسايد وشويه وجالوا لينا الفيلير وده عنده 32 سنه فرحنا شايلين الكوليسترول. عاد تمام شهور اللي حل الاوفر انه كان يقطع رجلك تمام. انا قلت له ما تقطعش رجلك سيبني احاول معاك ماشي. هو حتى الان اتحسن يعني دي اخر حاجه لسه اتكلمني عليها الدكتور اول امبارح الجراح بتاعه. عيان 60 سنه برايور تو رينال ترانسبلانت ويز دايابيتيك فود. عيانه كانت رايحه تزرع كلى وعندها رينال فيلير وعندها دايابيتيك فود وطلع لي الايكولاي دي. اختار لها علاج ايه؟ الايكولاي دي ايه الاول؟ انت تتوقع انها تبقى ريزيستنت للسيفوبيرازون سالفاكتا وريزيستنت للامبيسيلين سالفاكتا
وريزيستن السيتوتاكسين وتطلع سنسيف للاوجمنتن يبقى دي ايه؟ مش ماشي. تمام؟ الكاروبينة سنسيف سنسيف هم ميروبينة ما هو سنسيف للميروبينة. تمام؟ يبقى دي حتة دي مش مظبوطة. لكن دي لو فرضنا انها ESBL تمام؟ لو فرضنا انها ESBL يبقى هندي ميروبينة. ماشي؟ اتفقنا؟ طيب اهم حاجة بقى إيكولاي تخلي بالك ان الديابيتك فود الفيتشنج بوينت الديابيتك فود عاده بتبقى ايه بولي مايكروبيا يعني في كذا اورجانيزم فبالتالي انت لازم تغطي برودر وقلنا ان الانيروبس مش دايما بتتزرع او لازم تحط حاجه ليها انيروبيك ايه كفرج بس دكتور الديابيتك فود على حسب لو سيفير يعني سيفير بيبقى بولي مايكروبيا للمودريت يعني كل ما رحنا للمايلد ستيج بيبقى جرام بوزيتيف اكتر صح مش دايما وهقول لك على حاجه ظريفه الاسبوع اللي فات نزل ارتكل في السي اي دي على ري ستيجنج اوف دايابيتك فود هبعتها لك يعني دي حاجه لسه الاسبوع اللي فات طيب عيان 8 year old male with infected hip 8 year old male with infected hip ايه رايك بص على الكالتشر دي لا infected hip hip joint septic arthritis هتعالج السيبتيك ارثرايتس ازاي؟ هي سنسيف لايه؟ والميروبينم دي منطقية؟ انا حسيت انها مش منطقية مش ماشية صح؟ مش ماشية طيب هنضطر ان احنا ندي كوليستن ممكن نحط معاه ايجنت تاني زي الميروبينم واهم حاجة السيبتيك هيب هتكلم الجراح عشان يجي يعمل ايه؟ درينج للسيبتيك هيب وبيعمل درينج ويعمل لافاج يقعد يشطف وبتبقى مش مره واحده بيشطف مره واثنين وثلاثه. ليه انا ما خدتش تاسس انا بقول لك عاده ممكن هتقول لي هل ممكن يبقى سنسيف لتاسس والليزر ميرور؟ ممكن. عاده بتبقى المشكله في البور بس انا ما ببقاش ضامن المزرعه قوي في الحته دي لكن نظريا ممكن. زي حاجه تانية هل ممكن تبقى سنسيتيف للايميبينم وريزيستنت للميروبينم ممكن تبقى ليه عشان البور لكن مش كومن فانا ببقى مقلق لان ممكن يبقى اللي شاف المزرعه بالديسكات احنا دي عشان كده احنا اول مره بيبص ويقيس بالمسطره ممكن يكون قاس غلط ماشي ما انا بقول لك ما كل اللي اي مزرعه بيبقى فيها شك بنعمل بنعيدها دي بدون شك طيب يلا عيان 55 سنة 55 سنة وعنده infected spinal implant عنده كان مركب شريحة مسامير في ظهره وبقاله أربع سنين بيلف على الدكاترة والكالتشر طلعت بروتيوس بروتيوس دي ايه؟ ما ينفعش بيها كوليسترول مذاكر اهو بروتيوس ما ينفعش بيها كوليسترول والبروتيوس في حاجة تانية بيميزها ايه؟ احنا قلناها سبايس نعمل سبايس يعني ما لو مكتوب لك انها سنسيف للسيفترايزون او سيفوتاكسيم برضه ما ينفعوش طب تختار له ايه؟ ميرنا يبقى العيان ده يمشي على ميرنا والعلاج بتاع الاوستيومايلايتس يبقى ست لثمان اسابيع ست لثمان اسابيع وبعد ما يخلص ممكن كمان تعمل حاجه اسمها ايه؟ لايف لونج سبريشن هو ده اللي انا عملته لايف لونج سبريشن يعني تديه ماشي على انتي بايوتيك طول العمر علشان يخلي ما يحصلش ريكارنس من السباينال امبلانت لان البكتيريا لما بيكون في حته حديده بتكون النتيجه انها بتلزق عليه وتصحى بعد شويه تمام؟ نعم التازوسين ممكن ينفع بس انا ما اديتوش ميروبينم انا اديته على فكره ارتفانم عشان يبقى مره واحده في اليوم ماشي؟ لا مفيش مشكله نعم؟ على الارتفانم اه نفع حتى الان يعني السبريشن ماشي ما فرضنا سيبرو ما كانش فيه اي اورال سبستيتيوت اضطرينا ناخد حاجه حتى لو هي انترميديت مش سنسيف لان هو هيحصل اكيد ريكارد ريفامبيسين مين اللي جرام بوزيتيف انفكشن مش كده مين نعم ما ريفامبين مع الجرام بوزيتيف اكيد عشان كده في البروستاتيك فالف احنا قلناها المره اللي فاتت طيب لا السبريشن بيبقى هاف دوز يعني بتديله 500 مثلا كل يوم تمام؟ وحصل له ريلابس واضطرينا ان احنا ايه نرجع تاني عشان هو ما خدش الجرعه مظبوطه تمام؟ مشكله دايما الناس اللي عندهم هاردوير
اللي هو وانس انفكتد هيطلع عينك بعد كده وليها مره احنا يعني في مره هنطلع فيها الامبلانت. طيب عيانه 50 سنه عندها يورينري تراكت سيمتومز للديسيوريا وبرنينج ميكتيوريت ما هي برنينج اتلخبط عيانه عندها ديسيوريا وفلانك بين ايه الكالتشر دي؟ هما محللها لك ما دي كالتشرز واقعيه انا جايبها حد بعد تاني تمام؟ اول حاجه فاصلز اكتر من 100 كولوني كاونت اكتر من 100,000 وطلع اي كولاي تمام؟ تعمل ايه؟ ايه الدوله تديهولها؟ هو ما بقاش في فلانك بين ايه؟ في فلانك بين تمام. هي المفروض الصح العلاج الاي اس بي ال دي ان انت تدي ميروبينا لكن في بيبرز جديده قالوا ممكن ان انت تجرب الكويلونز تمام لعلاج الاي اس بي ال عشان تحافظ على الايه؟ على الكاربابينا تمام؟ يبقى لو العينه دي محجوزه في المستشفى هديها كاربابينا زي ميروبينا او اديها ارتابينا. ارتابينا مشكلته انه ملوش دومونس كفرج فبالتالي ما ينفعش ابداه امبيريك. لكن لو انا عارف الاورجانيزم ان هو مش دومونس ساعتها ممكن اديه عشان يتاخد مره واحده في اليوم تمام. يبقى دي ممكن تاخد ميروبيلام في البيت ممكن اديها ايه ليفوفلوكساسين مثلا عشان هو سنس ماشي اتفقنا. طيب دي نفس القصه عيانه وعندها عندها بيرنينج ميكتيوريشن لكن مفيش فلانك بين ولا في فيفر ولا في حاجه سيستم سيمتومز شديد اديني الانتي بايوتيك اللي عايز تديه لا سيمتوماتيك عندها سيمتومز بتاع بيرنينج ميكتيوريشن وفي تندرنس كده في البنتس. هي ايه الكلينيكال سيندروم بتاعها؟ سيستايتس تمام. نيتروفورانتوين كان هيبقى حلو وفين النيتروفورانتوين؟ ريزيستا. طيب نعم الله عليك الفوسفومايسين تقريبا 99% من الايزوليتس اوف الاسنس بس انا عندي كالتشر جايبها لك تمام. لا احنا عايزين العيله سيستايتس مش محجوزه هتتازوسين يبقى انت هت ايه هتضطري تحجزيها عشان تاخد تازوسين كل ست ساعات لكن هي عندها سيستايتس بس هو قال حاجه حلوه برضه جميل عيانه جايه لك في العيادة في العياده هتديها ايبيبينام كل ست ساعات ها مونورين هتديها مونورين جرعه واحده ساشت هيسيريلايز اليورين وخلصت الحكايه مونورين فوسفومايسين تمام. طب المونورين في علاج البايرونيفرايتس قد ايه؟ ثلاث جرعات ثلاث جرعات جرعه ويومين وجرعه ويومين وجرعه خلصت الحكايه. وفي البروستاتايتس سبع جرعات هو مذاكر اهو تمام. نعم مره كل ثلاث ايام بس بتزود الجرعه يبقى ثلاث جرعات. لا ينفع في البايلو. طيب اتفقنا. يبقى دي الاختيارات قلنا ممكن ندي فوسفومايسين في العيان ده اكيد طبعا احسن ما تدي ايميبينام واكيد طبعا احسن ما تدي انيكيس تمام؟ لا عيان عايز يروح يبقى تدي له واحده فوسفومايسين وخلاص. طيب اوه الاورجانيزم ده دي عيان شوف انا حاطط لك كام يورين كالتشر عيان جاي بايرونيفرايتس عيان جاي بايرونيفرايتس الاورجانيزم ده ايه؟ انتيرو باكتر. انتيرو باكتر ده بيميزه ايه؟ ان هو من السبايس يعني خلي بالك لو كانت كتب لك الانتيرو باكتر ده سنسر ريسبتور ايزون او سيتوباكسين هينفع لكن سبحان الله هو ريحك الاورجانيزم ده خالص وطلع ايه؟ ريزيستنت لكل حاجه. طب تدي له ايه؟ بالظبط يا كوليستين يا ايه؟ يا فوسفومايسين تمام؟ واضحه شايفين الحكايه سهله قوي احنا لسه قدامنا عايزين بريك دقيقتين؟ لسه قدامنا حوالي 50 عيان كمان. رقم كام عشان ما نزحش بقى؟ ايه؟ يا رب السلايد رقم كام عشان ما نزحش؟ ما انا مش بس كلهم شبه بعض. فهي بص انت هتلاقي لا اصل شبه بعض دلوقتي انا فاهم انت هتلاقي نفسك ايه؟ ان انت خلاص اديتك البيزكس عرفت التفكير وشفت 70 عيان النهارده. جايب اهي بالظبط. الاسم الدكتور مش علاقه بالريزستنس بالفيروس؟ لا الاي اس بي ال دي ستند سبيكتر بيتا لاكتاميز ودي مش بيتا لاكتام اصلا ممكن يكون مشترك يعني بس لكن هو ايه الخوف كده اذا كان اغلبهم لا مش اغلبهم في ممكن يبقى ريزستنس ما انا شفت كابتشر. طب دي اهو طب روح ايه دي سيستم الكويلوز لا فاهم انت جالي عيان كان عمل صمام في مصر هنا وكان ميرسا وانفكتد وراح المانيا وغيره وعمل بولش جاي واخد فوسفومايسين وربامسين ودابتومايسين بالظبط
انا مش عايز اقول الكومنت ده عشان احنا بنعمل استادي على حاجه مشابهه عشان يعني خليها بعدين صح يعني مش عليك صح اكيد مش بتوع المانيا بيهندسوا بس في استادي احنا بنعملها بس انا مش عايز اقولها علشان مش عايز الناس يجي يعني يستعملوها بدون احنا هنتولى عليه هيكمل علاجه ده بالدكتور لا دي مش هيكمل لان مفيش داتومايسين في مصر جايب معاه جايب معاه من المانيا مرضى جايب معاه داتومايسين اه طيب خلاص كان برضه يعني جايب كام جرعه شيء لا ما هي بص هي دي النقطه بقى مشكله كل العيانين عندي اللي بييجوا من دواء من بره ان انت بتكتب لهم الدواء وبعدين ما بيكفيش الكورس فانا بقول له انا مش بحب يعني يا ريت على الدواء الموجود احسن هو خد منه دكتور 6 اسابيع وقعد له اسبوع عشان ده اسبوع بتاع هيكمل عليه السبتومايسن خد ده السبتومايسن ما كانش 6 اسابيع كان بدا هناك كان جامسين ومعاه فوسفومايسن الفوسفومايسن يعني انا بعمل استادي كده بس انا مش عايز اقول عشان خاطر الناس مش عشان بخبي الاستادي ولا عشان فيها سر قومي ولا اي حاجه من الكلام الفاضي عشان احنا مش عايز حد ان هو يجرب يستعمله وهو مش عارف السايد افكتس فيخزق العيانين فاهم هي دي بس النقطه في حاجه الفوسفومايسن دي انتي ام ار سي اكتيفيتي الدابتومايسن انتي ام ار سي وانتي بي ار اي والريفامبيسين عشان البايوفيلم فهو كان علاج البروتيك فالف ان انت تدي فانكومايسين ريفامبيسين واول اسبوعين تدي شيلتومايسين وهم استبدلوا ده بالدابتومايسن ودي موجوده في الفاكهه تمام انت عايز ايه لو في مصر ايه؟ انا اقول لك اديله فانكومايسين مع ريفامبيسين احسن مش معنى عشان ده موجود ومتوفر لكن لو هو خلص الكورس خلاص دكتور هو الامريكا متوفر يعني؟ اه والله ما شوف بقى يا دكتور هو لا لا متوفر اه دلوقتي كاتشر بي صح الامبيريك تريتمنت هم بيقولوا ما تديش الكوينولونز ليه عشان بيقولوا في انكريز ريزيستنت اكسبكتد للكوينولون صح عشان كده احنا بنتكلم دلوقتي كاتشر بي السؤال الثاني انا كنت عايزه اسال حضرتك على بيشنت يعني دلوقتي طلعت له بلاد بريشر يعني هو المفروض كان عنده سنشن ماي انفكشن واحنا بدانا نعملها للبنك مويسن وهي طلعت كبسيلا نمونيا سي ار بي البيشنت بيتحسن جدا على البنك مويسن كيلو ريزايد سي نزل فانا يعني الكالتشر دي اولا الله سؤال جميل يلا ادخلوا عشان تسمعوا السؤال ده اسمك ايه؟ نوره ادخلوا عشان تسمعوا السؤال بتاع نوره عشان ده ليه علاقه بالسؤال اللي سالته الدكتوره لبنى من شويه تمام؟ طبعا بتقول لك العيان كان عنده سنترال لاين شكوا في سنترال لاين انفكشن يلا يلا بقى عشان خلاص لا لسه ما بدأش اسال سؤال ظريف انا عايزك تسمعه شاكين في سنترال لاين انفكشن وبعد كده سحبوا ادوا له فانكومايسن وبعدين الكالتشر طلعت ايه؟ كلبزيلا سي ار اي بس العيال اتحسن على فانكومايسن تفتكر ليه؟ عملنا ريفلكشن للكالتشر لا 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 ده سؤال جميل اسمعني بس اسمعني بس بس في سحب الكالتشر دي نقطه ثانيه لو هم شالوا سنترال لاين اول حاجه اول احتمال بص قالت لك ايه؟ كلبزيلا كولونايزر تمام؟ وكلبزيلا كولونايزر وهي اصلا مالهاش علاقه بالفيبر هو كان عنده سخونيه من برد والبرد راح وتحسن ايه الاحتمال الثاني نعم ان كان في كو انفكشن خلي بالك ان المزرعه بتتعمل ازاي دكتوره لبنى دكتوره امنيه اتصلحت المزرعه بتعمل ازاي بتاخد البلاط واول ما يفلاك تين 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 تزرع ولما بتزرع بتقوم واخد المزرعه حاططها على طبق الاجار طلعت كلبزيلا فرحت انت المعمل كلم ايه؟ قال الحق عندك كلبزيلا في الدم. طب افرض ان كانت المزرعه بتاعت دي كولونايز بكلبزيلا كتير قوي قوي قوي. لكن اللي فيه كمان ستاف موجود. مشكله المعمل انه هيزرع اني الكلبزيلا بس. طب لو انت استعملت الرابيد دايجنوستكس اللي بالبي سي ار هيديتكت مين؟ هيديتكت كلهم علشان كده بتوع الرابيد دايجنوستكس زي ما يقولوا احنا بتوع الميكسد انفكشن. ليه؟ لانه بيقعد كل الاورجانيزم بينما المزرعه العاديه دكاتره المايكرو هيقعد اول واحد يخبط في دماغه فعشان كده معظم عيانين اللي في الرعايه لما بتبعت لهم بوست في كالتشر بيمس الحاجات اللي ستوري جروينج اي يمس كانديدا
عشان كده يقول لك العيان اللي يقعد سخن اربع ايام ولا في برايم نيتروبينيا ده تبدا له ايه انتي فانجل. ليه؟ علشان المعمل اول ما يلاقي كلبزيلا هيقول لك ايش ده هنا بلاك كاتشر طلع توصل كلبزيلا وما يكملش ان ممكن كان يكون في جسم. تمام؟ يبقى الاحتمال الاول ان يكون ايه ان يكون ده ما كانش كلبزي اصلا والكلبزيلا دي ايه الكلبزيلا دي كولونايزر. الاحتمال الثاني ان يكون دبل انفكشن ميكس انفكشن. تمام؟ الاحتمال الثالث اللي انا مش عايز اقوله بس انا قريته مره كده ان في ماكوميس دي افكت على جرام نيجاتيف. انسى بس انا ما اعرفش انا قريتها بس ما اعرفش هي صح ولا غلط. المهم بس يعني كامل التريتمنت كده انا كنت هديله ان هو يعني انا رايي اديله الاثنين يعني. اوكي يعني حتى لو لا هو العيان ده عيان زرع لا مش اميونو كومبرومايز هو كان فيجيتيتيف وابتدى الكونشس ليفل بتاعه يبقى طيب عيان اميون كومبرومايز يعني بقاله مده في الرعايه شهر ولا حاجه طالما مش كتير كده. طيب ده انا لو رايي هديله الاثنين ما استناش لو في سيمتومز جديده ظهرت صح؟ نعم؟ ما استناش سيمتومز جديده لو اصل هو لو سو كريتيكال انا يعني ايه هخاف عليه. تمام؟ لكن اللي انت بتساليه ده هو سؤال احنا قلناه في التريتمنت بتاع مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم ان اكبر مشكله ايه؟ دي اول مشكله. ايه اول مشكله؟ ان انت تفرق بين ترو انفكشن وكولونايزيشن. تمام؟ واضح؟ طيب نكمل، احنا هنخلص بسرعة إن شاء الله، وهي زي ما اتفقنا هي الكالتشرز البسيطة هنعرض الحاجات ونشوف. يلا. ده العيان ده في أسيوط، جامعة أسيوط. ماشي؟ اسم الكلى باعت عيان عنده مش عارف كان مركب نفروستومي ولا حاجة وعنده بايلونفرايتس. إيه رأيكم في المزرعة دي؟ كرياتينين 4 يا ما هو اللي اختار وانا عايزه صعب عليك ان هو خلاص كان صعب. ماشي دي ايه السؤال الكورني كامب ده قليل لو كان جاي من النفروستومي هل ممكن تعتد بيها؟ خلي بالك لو جاي من نفروستومي احنا قلنا ان اي درين بعد خمس ايام هتبقى كولونايز. طب لو كان ده ترو انفكشن يبقى احنا اول حاجه في التريتمنت بتاع مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم اول رول ايه؟ كولونايزيشن ولا انفكشن؟ ليه؟ لانها فيري كومن تو كولونايز. حلو؟ يبقى كولونايز ولا انفكشن؟ لو فرضنا ان ده انفكشن عايزين نعالجه يبقى انا هعمل كوليسترين بس وهبقى مضطر ادي كوليسترين تمام كريات 4 مضطر اعمل ايه؟ وهيعمل الكوليسترول لوحده ولا احط عليه حاجه ثانيه نيفروتوكسيك؟ احط او اختار حاجه ثالثه يعني ميروبينال مثلا. تمام؟ يبقى لو ده كان ترو انفكشن ممكن اختار الكوليسترول حتى لو هو نيفروتوكسيك لان ما قداميش حل ثاني. هل في دواء مش موجود هنا وممكن يروح البول ويقتل السي ار اي؟ الله عليك الفوسفومايسين. يبقى ممكن اعمل تيستنج الفوسفومايسين او استعمل ايه؟ الفوسفومايسين. تمام؟ انا قلت لهم استعملوا الفوسفوم. نعم؟ جاي. جاي ما تقلقش. الدكتور عشان يقول لي نوع معينه لازم كل مره تكونسيدر يعني. لا مش تاني. لان خلي بالك ان العيانين اللي عاملين مرتبين فروست او حاجه ده عيان محبوس في المستشفى ممكن يكون واخد مهبوط مليون انتي بادي. تمام؟ فالكورونري كام دي اللي هي 100,000 دي في العيانين اللي هم العاديين. بس خلي بالك ان برضه في ارقام مختلفه، يعني احنا في اليورين لما تيجي واحد فويدنج يورين بنقول 10 تو ذا باور 5، صح؟ طب في الكاوتي؟ اه 10 تو ذا باور 3. يعني الارقام بتختلف بس عاده المفروض احنا ما نبقاش عاملين معمل يقول لك، فاهماني؟ فالارقام دي هي لكن لو عيان سيمتوماتيك خلي بالك لو عيان سيمتوماتيك وعيان سيبتك شوك وقال لي في كولونيه واحده ما انا مضطر اعمل لها كفرج. تمام؟ لان انا ما عنديش اي ايفيدنس ليه. فاهم؟ بس الفرق برضه ان لما يكون كل الجاب ده يبقى ممكن يبقى كولونايزيشن. نعم اتفضل. مشكلتي الجاوتي دايما بيجي لنا بايفل يعني بيجي لي اثنين ثلاثه جرام نيجاتيف دايما. طبعا. تمام وانا علشان كده من موقعي هذا اقول من فضلك ما تركبش قسطره مالهاش لازمه. في الميلز
اللي يفضل الكوندوم كاتلر. انا كل مستشفى اروحها لازم الخناقه بتاعه قسطره البول. هينفر الرعايه يا دكتور لازم يركبوا قسطره. لا يا حبيبي مش لازم يركبوا قسطره, مش لازم يا دكتور, لازم عشان المونيتورنج. ايه المونيتورنج ده؟ انا شفت كتير دانتلينيك وشفت بيتبول مونزا ليه ما حد كنا بنعمل مونيتورنج من غير قسطره. بس انا لقيت يعني انها معركه خسرانه, لان انا التمريض بيحاربني والدكاتره بيحاربوني كل, بس ليك انت يعني اللي هيشتغل في الرعايه لا القسطره مالهاش لازمه. تمام, ممكن تعمل مونيتورنج من غير قسطره. اه هم عندهم تول ثانيه يعني العيان لما دخل التنشن عندهم حاجه اسمها بلادر سكان زي الجاس سونار, بيروح ويقول له في البلادر قد ايه وحصل التنشن بيعمل انت بيتا كاستريزيشن, لكن القسطره مش لازم. فلو واحد قريبك او عيان كده ما تركبوش قسطره, لان القسطره ده سورس فيري امبورتنت سورس اوف انفكشن. تمام, طب كليبسيلا دي سنسيف لايه؟ طيب دي في دي انا مش كانت طالعه تقريبا في سبيوتر. طب تدي لي علاج ايه؟ سنسيف لاميبينام وابيكيسن وامبيسيلين سلباكتام وسيفترايزون وجنتامايسين وسيفوبيرازون وسيفتازيديم وبيبراسيلين تازوباكتام. هل ينفع تبقى سنسيف سيفترايزون تبقى اي اس بي ال؟ لا مش اي اس بي ال. عايز تديها ايه؟ دي اسيتون. نعم؟ لا الكلمزيلا انهرنتي ريزيستنت للامبيسيلين. يعني الكلمزيلا البلدي اللي هي ربنا خلقها ريزيستنت للامبيسيلين. طيب ده يورين كالتشر 75,000 كولوني كاونت باسز 10 15 وطلع لي اثنين اورجانيزمز زي لسه كانت بتقول لك ممكن يطلع لك كذا اورجانيزم. ناني موليتيك ستريت وطلع لي الكلمزيلا. ايه رايك في الكلمزيلا دي؟ دي اس بي ال انا ريزيستنت للايه؟ سيفتراكزوم والسيفتاكسيم والكلام ده. هتدي علاج ايه؟ لو انا ما بديهاش اي حاجه. لو انت ما تديهاش اي حاجه ليه؟ يعني ممكن دي تبقى بس بايو فيلم من قسطره؟ اه طبعا. والعيان ايه اللي يحصل؟ نشيل القسطره وخلاص؟ ماشي موافق. تمام؟ ايه الدليل اللي عليها اللي هي اللي خلاها تفكر في كده؟ الميكس ميكس لان هي قالت لك حاجه من شويه, قالت لك ايه؟ خلي بالك البولي مايكروبيال انفكشن ده ممكن يبقى بس كونتامينيشن من الاسطول او حاجه ومش ده ترو انفكشن. عاده مش دايما الترو انفكشن يبقى ايه؟ سنجل باتش. والباس رينج بتبقى 50 60 70 تبقى اعلى من كده. تمام. ماشي, بس احنا مش عايزين ناس تعمل انتي بايوتكس على قد ما نقدر. فلما يكون عيان زي ده وهيلثي ومفيش فيبر ولا حاجه يبقى انا مش لازم اديله اي. تمام؟ نعم؟ خلي بالك ان انا معظم الكالتشرز اللي بتجيلي بتكون اتعملت بدون سبب وبيجي يسبقوني انا ليه؟ عشان كده ايوه ما احنا قلنا في الاول سيرفيلانس كالتشر. طب يلا ده 75,000 بس هل الكولوني كاونت هو اللي بتحدد على اساسه الكولونايزيشن؟ لا احنا اتفقنا لا ممكن يكون عندك مليون لكن مش ده ترو انفكشن. اللي سجستد في الحكايه دي الميكسد انفكشن. تمام؟ على فكره انا قلت لكم في اول محاضره ان اصعب كونسبت تيجي للانفكشن دي زي الايه؟ يو تي ار. اشمعنى؟ عشان انت مهمتك انت مش عايز تعرف الاول هو ده انفكشن ولا لا. تمام؟ هو الثاني ده. ممكن لان انا سنت في كمان البيبراسيل انت زبكتر. دكتور عشان الاقي ميكس الانفكشن او الجيكشن. تفكر ان ده ممكن يبقى ايه؟ كولونايزيشن او تفكر ان ده كونتامينيشن. كولونايزيشن يعني بكتيريا عايشه في المكان ده. كونتامينيشن يعني في تلوث بحاجه جت. تمام؟ طيب يورين. وده بلاد يورين اي حاجه كده؟ لا البلاد از ستيرايل بليس. فلو لقيت حاجه لازم تعالجها. طب لو حاجه انت شاكك مليار في الميه يعني لو لقيت ستاف ابيدرميدس في البلاد دي ممكن تبقى كونتامينيشن صح؟ فدي ما تعالجهاش. طب لو لقيت ستاف اورياس في البلاد احنا قلناها المره اللي فاتت على فكره, لو لقيت ستاف اورياس في البلاد ممكن تبقى كونتامينيشن ممكن لانها عايشه على جلد. لكن هتعالجها ولا مش هتعالجها؟ هعالجها. ليه؟ لانها سبير انفكشن ممكن تموت وتعمل اندوكارديت فانا ابقى مضطر. طب لو واحد جاي لي ماشي في الشارع, المثال ده على فكره احنا قلناه المره اللي فاتت, واحد ماشي في الشارع وزي الفل وواحد دكتور صاحبه كانسر مش عارف ليه وطلع تستاف كوريوس, احنا قلنا المثال المره اللي فاتت. لا ساعتها ده انا مش منطقي فمش عارف.
طب لو طلع واحد ماشي في الشارع لاقي فول وطلعت الكاند ده لازم اعالجه بيشتكي ما بيشتكيش الكاند ده هتتعالج الاستاف اورياس ممكن اعملها بالرغم ان الكاند ده عايش على سطح الجلد ممكن تبقى كونتامينيشن بس انا مضطر عشان العواقب بتاعتها دي استاف ابيدرميدس لا مش لازم يبقى ماجي وبتاع انا مرتاح ان انا اقول لك دكتور الكاند ده في اليورين برضه معلش الكولوني كاونت في السبيوت انا عارف انا مش محدد النهارده بس برضه كونسيدرابل يعني انا جاي لك هتكلم على الكولوني كاونت وهتكلم على الابيثيليال سيلز في السبيوت في مزرعه طيب إيه الكانديدا في اليورين عشان مين قال كانديدا في اليورين تتعالج ولا ما تتعالجش كانديدا في اليورين عاده ما بتتعالجش طب كانديدا وعيان مركب قسطره علاجها ايه شيل القسطره تدي انتي فانجل لا ما تديش اي حاجه امال امتى هدي انتي فانجر لو لقيت مثلا فانجر بول سد البلفس هتعمل اوبستراكشن ساعتها لو لقيت عيان نيوتروبينك ومفيش اي حاجه كالتشر طالعه بوست الخير الكانديدا دي فساعتها هبقى مضطر ان انا اعالج لكن الكانديدا عاده ما بتتعالجش طبعا انت بتدور على القسطره مثلا هشغير اشيل القسطره واركب القسطره تاني تمام طيب إيه. بص دي العيان دي انا عايزك بس مش الفكره انك تعالج العيان دي طالع كليبزيلا من جامعه اسيوط في المعمل الظريف كليبزيلا في عيانه سيستايتس مثلا اي حاجه مش انا مش عايزك تركز على السندروم دلوقتي العيانه دي عندها كليبزيلا طلع 10,000 كولوني وسنسيتيف للفوسفومايسين والاسكيربينير العيانه دي الكليبزيلا بتاعتها ايه؟ وريزيستنت لكل حاجه ثانيه ان دي ان صح؟ طب ليه ساعات بيبقى ريزيستنت للاستيريونام برغم ان انت ان دي ام؟ لو انت عندك مع الان دي ام ايه؟ حاجه ثانيه اي اس دي ام تمام؟ طب لو انا ممكن يبقى الجينيتك تيستنج بتاعي ما فيهوش ان دي ام ولا في فيم ولا اوكسا ولا كي بي سي ممكن ابقى كربابينين ريزيستنت لو عندي ميكانيزم ثانيه للريزيستنت زي البورين او حاجه تمام؟ لكن اشهر ميكانيزم هو الايه؟ البيتا لاكتاميز ده عيان ان دي ام يبقى ممكن اعالجه باستيرينام او اعالجه بايه؟ فوسفومايس اللي طالع سن يبقى ده ممكن اديله فوسفومايس سيستايتس ياخد جرعه بايرونفرايتس هياخد ثلاث طيب العيان دي عيانه ثانيه بص ده عندهم اوت بريك ولا ايه؟ شوف لان ده من نفس المكان خلي بالك لما انت شغال في مكان وتلاقي كذا مزرعه ليهم نفس الشكل شوف دي نفس الجامعه جامعه اسيوط تمام؟ في نفس المكان يبقى طالع ايه؟ سنسيتيف للاستيريونام. طب الفوسفومايسين هنا؟ هو مش موجود في مصر معمول زي السنسيتيف لا خلي بالك الديسكات بتاع تيستنج موجوده لكن الدواء مش موجود ده في ديسكريبنسي غباوه في المعاني يعني يبقى عنده الدواء او يبقى الدواء موجود وملوش تيستنج او العكس يتست دواء مش موجود بس ده ذكاء للشركات اللي عايزه تنزل دواء يعني بس تمام؟ دي استيريونام يبقى دي ايه؟ دي ان دي ام ماشي؟ طيب انا هعدي بسرعه بقى علشان خاطر نشوف الحاجه الثانيه. ايكولاي كليبزيلا سنسيتيف للتايجوسايكلين وريزيستنت لكل حاجه تديها ايه؟ مش حلو. التايجوسايكلين مش حلو للبول تديها ايه؟ ممكن تديها فوسفومايسين؟ تديها فوسفومايسين تمام؟ طب لو عامله بكتيريميا هتضطر تديها ايه؟ كوليسترول لوحده؟ مع حاجه ثانيه. ماشي. طيب العيانه دي يونج ايج وجايه بمزرعه طلعت عندها اندوكاردايتس اندوكاردايتس والمزرعه دي طلعت سالمونيلا دي ايه؟ عليك ازاي؟ هو سالمونيلا في البلاد كالتشر دي اسمها ايه؟ المرض اسمه ايه؟ تايفويد صح تايفويد ما هو ده الجولد ستاندرد ده هو يطلع في البلاد كالتشر بس احنا ان كومن اللي يطلع لنا في البلاد كالتشر صح؟ لو طلعتها في البلاد كالتشر هتدي ايه؟ ممكن تدي مش الجاي لاين جلوس تدي سيفرايزون مش هنا ممكن تدي سيفرايزون ماشي؟ طيب اي كولاي اي اس بي ال تدي ايه؟ هي سنسيف للكاربابينمز سنسيف للبيبراسيلين تازوباكتام هنستعمل بيبراسيلين ده زبطنا؟ لا هي اسمي. قال له ان الاي اس بي ال لو عامله بكتيرينيا ما ينفعش تستعمل التازوسين حتى لو هو ايه؟ سنسيف. طب لو كميه انفكشن قليله يعني قال لك في عيان عنده مثلا لو انكلم انفكشن يعني
حاجه في اليورين حاجه بسيطه ممكن نعدي بالتوزن؟ قالوا ممكن. انا ليه بقولها لك للامانه؟ لكن مش الاحسن ان انت تعمل في البراكتس. البراكتس ان انت تدي ايه؟ كاربابين. طب في العيان ده لو سيستايتس ممكن ادي ايه تاني؟ نايترو فورانتوين. خلاص يبقى الحكايه بسيطه. طيب يلا ما انا بقول لك عيان مع ماشيه في الشارع في عياده. لا دي عيان ليا اس بي ال اهو ومدي اي اس بي ال وسيستايتس هديها ايه؟ مايكرو فورانتوين. تمام؟ فوستومايز تمام؟ ايه عيانه كانت سخنه ومش عايزه دي اديها انفانز عضل. كفتنا ماشي؟ يلا كليبزيلا نوموني. بص دي هنا دخلنا الام اي سي بقى. يبقى الام اي سي ده لما بنعمل تيستنج بيقول لي التستنج مش بالديسكات يعملوا زي في دير صغنن كده ويعمل التستنج فيقول لي الرقم بالظبط بتاع الايه؟ بتاع الانتي بايوتيك. طلع لك الام اي سي ده اهو وده معمل رائع فحاطط ايه كمان؟ طيب يبقى البكتيريا دي اسمها ايه؟ كليبزيلا نوموني دي؟ سي ار اي صح؟ سي ار اي. طيب لو الكليبزيلا نوموني دي موجوده بص 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 الكليبزيلا نوموني دي ايه؟ الباس سيلز اقل من 10 والابيثيليال سيلز كتيره قوي كتيره قوي اكتر من 10. دكتور اغنيه في سبيوتم كلتشر ده سبيوتم بتاع عيان زرع كبد. يبقى بتقول ان السبيوتم بتاعه ده شكله مش طالع من اللحم ده العيان تافف مش كاح. العيان جايب لك تافه عشان كده التافه دي مليانه ابيثيليال سيلز بتاعت البق. فبالتالي الكلتشر دي فيها ممكن تبقى ايه؟ كولونايزيشن. وهو ده اللي حصل وما عالجتش العيان. تمام؟ انا قلت العيان ده مش عنده نوم برغم ان هو زارع العيان زارع كبد. تمام؟ وعملتها للدكتوره ميرفا في 57 فالعرف ان هو زارع قلنا ما ياخدش علاج. ليه ما ياخدش علاج؟ لان موستلي كولونايزيشن. ما هو كاتب لك 10 اكتر من 10 واقل من 10 سجست صح؟ مش بتمشي ب 10 تمام؟ فهي دي نقطه. لو انا ما كنتش عملت كده كنت اديته كوليستين واديته ميروبينم او اديته كوليستين وتايجوسايكلين وتايجوسايكلين تانيين في النمونيا او اديته كوليستين مع الامينو وعرضنا العيان لسايد افكتس مالهاش اي لازمه. والعيان بقى حلو. تمام؟ العيان ده كان عنده حاجه ظريفه ثانيه. العيان ده ايه؟ عشان انا فاكره كان ظريف قوي يعني ممكن تساله الدكتوره ميرفا الدكتوره لوكا تسالي عليه. العيان ده جاله ايه؟ جاله بالمونري سيمتومز. رحت انا عامل له سبيوتال كلتشر وعامل له كمان ريسبيراتري بايوفاير. فالريسبيراتري بايوفاير طلع ايه؟ طلع بارا انفلونزا. يعني طلع عنده فيروس بارا انفلونزا. ورحت انا قايل للدكتور الزرع خلي بالك لان احتمال الانفلونزا والبارا انفلونزا بيجي لهم بعد كده ايه؟ بوست فايرال بيجي لهم يا اما ستاف يا اما بيجي لهم ايه؟ فانجل انفكشن عينين الزرع. فلقيت دكتوره ميرفا جايه بتتصل بيا بتقول لي الحق ده طالع لنا في الكالتشر ايه؟ فوزيريا. انا شكل يكون كونتامينيشن. قلت لها لا العيان ده انا قايل لهم ان انا متوقع ان هيجي له فانجل انفكشن. ده انا هبدا له عليه. قالت لي طب نبعت له مزرعه ثانيه؟ قلت لها ماشي بعت مزرعه ثانيه. بعت مزرعه ثانيه وطلعت ايه؟ فوزيريا برضه. قالت لي كده ابدا علاج. قلت لها لا انا كنت بدات من قبل كده عشان انا كنت عارف انها هتطلع. تمام؟ اتفقنا؟ يبقى اذا تخلي بالك التيتشنج بوينت ايه؟ بعد الفيرال انفكشنز بعد الفيرال انفكشنز انفلونزا او بارا انفلونزا او رينو فيروس او بيتر دي كومن ان ممكن يجي فانجل انفكشنز فين؟ في العيانين الزرع. ما تجيش تقول لي في واحد طبيعي هيحصل، لا انا بتكلم على واحد زارع، واحد عنده سيفير كومباوند ديفيشنسي، واحد زارع بول مارو ترانسبلانت، واحد عيان اونكولوجي، ده توقع بعد الفيرال انفكشنز ان هو يجي لهم ايه؟ فانجل. طب ده ايه فانجس اسمه؟ طب العيانين العاديين اللي انا وانت لما يجي لنا انفلونزا بعد الانفلونزا بيجي ايه؟ ستاف. يبقى لما يجي لك العيان عنده فيري باد انفلونزا نمونيا يبقى مع التاني فلو تحط له ايه؟ فانكومايس. فانكومايس تمام؟ ليه مش بتحط حاجه للام اس اس اي؟ لان معظم مصر ام ار اس اي فلازم تكفر الام اس اس اي والام ار اس اي. لو طلعت لك الكالتشر بعد كده ام اس اس اي اعمل دي اسكاليشن لحاجه تكفر الام اس اس اي. ماشي؟ طيب اوه العيان ده 30 سنه محبوس في اسم الجلديه عنده بينفيجاس فالجاريس طلعت له الكالتشر دي طيب بيسايكل تي جي سي ده المعمل القصري العيني بيكتب تي جي سي حلو
حلو بس كان انا اسال نفسي برضه ايه ده يعني ايوه الله عليك عيال الفيفجاس والجارسي ما ده نيو كابتن ولا نيو كومبرومايز ومين كومبرومايز طبعا ده قاعد مهبوط انتي مهبوط استيرويدز وانتي باديز ومش عارف ايه مليون قص ده عيال نيو كومبرومايز سؤال العيال اللي نيو كومبرومايز لازم تفرق ده كولونايزيشن ولا ترو انفكشن اذا قلت لك ان العيال ده كان قاعد يرعش وحرارته 40 والنايبه قالت لي الحقن هيموت النهارده لا اول حاجه كده نعم برضه مش هيسيبه يبقى احتمال يبقى حاجه ثانيه الله بص ابتدى يفكر ابتدى يقول ايه ده الاسيتوباكتر مشهوره انها ممكن تبقى كولونايزيشن صح بس لو طلعت لك في الكالتشر اسيتوباكتر هل وما عندكش كالتشر حاجه ثانيه احترمها ولا مش احترمها مضطر تحترمها صح لكن احاول ادور على حاجه ثانيه طب بما ان انت مضطر تحترمها اكتب لي علاج للعيان ده اول حاجه العيان ده محجوز في اسم الجلديه ومركب سنترال لاين هتقول لهم ايه شيل السنترال لاين يبقى دي اول حاجه العيان ده لو عنده كولكشن في جسمه امباينا ولا عنده ابدومينال ابس يبقى اعمل ايه اعمل ايميدجينج عشان ادور على الايه على الكولكشن بعد كده رضاق الله قلت لهم وقفوا الام ام اف ماشي على مايتوفينيليت يبقى نوقف الام ام اف عايزين ندي انتي بيوتيك بقى عشان المحاضره بتاعتنا ممكن احنا قلنا ان في الاسيتوباكتر تمام تدي ايه كوليسترول صح راحت جايه نايبه قالت لي كوليسترول مش موجود في القصر العيني لان دواء متهرب فمش هيعرف يدخل الصيدليه بتاعه المستشفى لازم تعرمها عليا وانا ما بعرفش انام كل يوم الله عليك هو ده اللي عملني تمام يبقى هتضطر ان انت تدي دواء بجرعه والعين اتحسن تاني دبل دوز تايجوسايكل ده موجود في القصر العيني فانت بتطمن عليه طبعا مش حلو هتقول لي ما هو في البكتيريا انت قلت وحش ايوه بس اعمل ايه نعم هم ودينا ده كان عيال اخوه هو الاسم الثاني ادينا بيروكينا معاه ده ممكن تدي لوحده بس احنا مش هدينا كارين بتاعهم في القصر العيني كده مع القصر العيني بقى هقول لك تمام عادي يا ما يابا يعني ما احنا ما بنغلطش ما انا بغلط اكتر منك فاكر ولا اسئله في فرق بين الانبات والهيو يعني حاجات طلعت في المزرعه برضه ما فيهاش الاسنيتو بكتر ممكن يبقى عنده ام سي بس ما تقلقيش الاسنيتو اللي هتطلع لك في المزارع كلها هتبقى ريزيستنت لكل حاجه مش هتوقع من المغرز ده مع الاسنيتو بكتر والفوسفومايسين هنا ملوش حاجه مع نوع الاسنيتو الفوسفومايسين مشكلته انه تقريبا بيقتل كل حاجه في الدنيا الا الاسنيتو للاسف صح؟ ماشي يلا جرام نيجاتيف بس يلا بقى لنا بتاع 10 سلايد ولا 5 يلا جرام نيجاتيف بس اللايف في البلاد كليبزيلا ايه هي الكليبزيلا دي؟ هي سنسيتيف لايه؟ طيب هم انا هو المعمل ليهم طريقه فور ديتكشن اوف ام سي؟ هو بيستنتج الام سي برودكشن بالريزيستنت تو سيفوكسيتين يعني زي احنا ما بنعمل كده مش احنا بنستنتج الاي اس بي ال بالريزيستنت للسيفالوسبورس هو المعمل بيريبورت ليه هو بيريبورت الام سي المعمل عندهم الجوده بتيجي تراقب عليهم بتقول لهم لازم لما تطلع مزرعه تكتب ام سي لكن في حد من الدكاتره يعني بيعرف الام سي هتفرق ولا ايه انت دلوقتي فاهم ليه هو بيكتب ام سي عشان كده لو شفت الكلمه دي يبقى مش هتدي الحاجه اللي هي ايه ام سي صح؟ صح يا دكتوره امنيه؟ طيب تمام عايزين نعالج العيان ده بلاد كالتشر بوزيتيف توفر عيله البطن سي ار تي نعم؟ سي ار تي نعم هو سنس هو انترميديت للميرونا وانترميديت لل تديله ايه؟ التبانك سنس عايز تديله ليكوفلوكسيسين؟ اديله ليكوفلوكسيسين لان هو لو سنس دي تمام؟ طب هو بلاد كلتشر ومراكب سنترال لاين تعمل ايه؟ تشيل اللاين عنده كوليكشن هتعمل ايه؟ هتشيل الكوليكشن تمام؟ ليه ما استعملت ليه استعملت هنا ليبوفلوكسيسين بالرغم ان الجولد ستاندرد بتاعنا في الجرام نيجاتيف انفكشنز دي احنا بندي كاربابينانس لان طلعت الكاربابينانس عندي انترميديت فكان الحل ان انا ادي دبل دوز او ادي انذر ايجنت ما يسمى به كاربابينام سبيرنج ايجنت انا هنا عملت ايه؟ اديت كاربابينام سبيرنج ايجنت طيب ده عيان اتش اي في واسمه ايه ده اتش اي في وعنده نمونيا اه ايكولاي ولسه باني بالعيزر او اي في وبلاش
طيب الساكلين في النمونيا اخباره ايه؟ نيلة. تمام؟ لدرجة ان في بلاك بوكس وارنينج انكريز مورتاليتي. طيب يبقى سنسل بس للكوليسترين. ايه؟ ادي كوليسترين كمان انهيليشن الانهيلد كوليسترين موجود في الجايد لاينز اساسا الادويه الانتي بايوتكس الانهيلد اتعملت ليه؟ لان في امينو جلايكوسايتس مش بتاتشيف جود ليفل في الايه؟ في اللنج لما بتديها اي في. فالاشهر عيانين هم عيانين السيستيك فايبروزس او اللي عندهم ستراكشر لانج ديزيز برونكايتسس او كده. فاتعملوا لهم الايه؟ الانهيلد. ففي بخاخه كده زي الفنتولين موجوده بره اسمها توبي عشان ياخدوا البخاخه دي. تمام؟ احنا في الجايد لاينز الجديده قال لك ان انت ممكن عشان تحل الازمه دي مع الدواء الاي في اللي انت بتديه تدي انهيل. فبيدوا عاده انهيل اميكين او انهيل جدا او ممكن تدي انهيل الكوليسترول. فيبقى العينه دي ممكن عايز تديله كوليسترول عشان هو سنسيتيف وعايز تديله انذر ايجنت او عايز تديله كمان انهيل الكوليسترول مفيش مشكله. ماشي؟ بس في يعني ايه جراي زون كده، هل كل العينين ياخدوا انهيل ولا لا؟ فمفيش. لكن لو العين عندك ما بيتحسنش اديله الانهيل. ماشي؟ دكتور معلش طيب هو كوليسترول ينفع لوحده؟ لا لوحده لا، احنا ما بنتكلمش على حاجه لوحدها خالص. طب سؤال، نعم، هو هنا كده مش لازم، ما هو مش لازم. تمام؟ لو العيان ده انا عارف ان عنده نمونيا لا يبقى لازم هضطر. مش لازم يعني هو لو بينت. يلا عشان خلاص الصلاه نخلص بسرعه. يلا العيان ده عنده ده يورين كلتشر هرمونه سكر 100,000 تديله ايه؟ عايز تديله سيبرو؟ هو سيبرو فين بوستر؟ ماشي خلاص يبقى سيبرو. تمام يلا يلا عشان بسرعه. العيان ده العيانه دي كانت يو تي اي بايلونفرايتس تديها ايه؟ كتير اخطاء انا هوريك مشاهد اخطاء كتير احنا عادي عادي. ها؟ تمام؟ ده اي كولاي اي اس بي ال، الاي اس بي ال لو عامله بايلونفرايتس هدي ايه؟ ميرونام او ارتابينا. تمام؟ او ممكن ادي كاربابينا سبيرنج ايجنت وادي سيبرو؟ ماشي، بس مش ده الايه؟ مش ده الجولد ستاندرد. انا حاسس ان انتوا زهقتوا صح؟ انا مبسوط. يعني انت كونك زهقت مبسوط، يعني انت خلاص قلت ايه ده؟ ده الكلام بتاع اليو تي اي ده كلام يعني ايه ده؟ انا شفت 70 80 عيان النهارده فزهقت، بس يبقى انت خلاص عرفت الحاجه. استنى عشان انط ال دي بلاد كلتشر في عيان في رعايه البطن. يلا ايه ده؟ دي هي هي معلش انا هاخدها غلط. يلا ودي انا بقول ايه ده؟ انا شفت طيب انا اللي غلطان. خلاص ايه؟ ها يلا سبيوتم كلتشر زودومونس المريض الاول نعم نمونيا عايز تديني ليفر فلوكسين. ماشي انا عايز اقولها لك ان الزودومونس التست جرعته في الزودومونس اعلى من جرعته في الايه؟ في النون زودومونس. ليه؟ لأ عشان الزودومونس الرخم. ماشي هنا عايز ادي ليفو؟ ماشي مفيش مشكله. جرعه التازوسين 3.75 تقريبا كل 6 و4.5 كل 6 للزودومونس. تمام؟ هي اعلى، بس احنا مش عندنا في مصر غير الاربعة ونص، فيا اما هتديه كل 8 للعادي يا اما كل 6، بس احنا في مصر بندي كل 6 لكل الناس. بس هو ده الكلام الكتاب يعني. يلا بلاد كلتشر ايكولاي ام دي ار عالجها بايه؟ ايه السايكل هيبقى ضعيف فهضطر ان انا اعلي الدوز. هتعلي الدوز وتحط معاه ايه كمان؟ كوليسترول. ماشي. كليبزيلا في اليورين كورني كاونت اكتر من 100,000 تدي ايه؟ الميبينم سنسيف وميروبينم ريزيستنت. Is that true؟ احنا قلنا ممكن في بتاعت الكورن صح؟ لكن لو فرضنا ان الاثنين ريزيستنت عايزينك تدي دواء لليورين كلتشر تدي ايه؟ لو سيستايتس تدي فوسومايسين او بايلونفرايتس لو معاك سيستيميك سيمتومز او حاجه هتضطر تستعمل كوليسترول. طيب ده واحد عنده ميكسد انفكشن فور بلاد كلتشر ولما لقيت ميكسد انفكشن تفكر في ايه؟ ممكن يكون في كولونايزيشن خلاص وده ميكس الانفكشن برضه ولكن في ستاديز اتعملت على الميكس اللي ساب اوريوس وزلومونس والبروجنوزس بيبقى اوحش. اظن ان احنا زهقنا صح؟ انا عايز دي انتيرو باكتر عايزين نعالج الانتيرو باكتر. ها نعمل ايه؟ دي
هي الحمد لله هي من السبايس بس هي ريحتنا وكانت ريزيستنت للسيتوتاكسين فانا مرض ده تمام. عايزه تدي انتيرو باكتر دي في الدم هتدي لها ايه؟ وانت خلاص اضطهدت الكاربوبينامس ماشي ارتابينام سنسيتيف صح؟ والبينام سنسيتيف هو مش كاتبين هنا ميروبينام في المزرعه دي لكن ممكن تدي ارتابينام او ميروبينام وتبقى مره واحده في اليوم وايه وخلصت الحكايه. وليكم في القصير مرة واحدة بس أني الأأمن والأحسن الكاربابينم أني مور استادد الكاربابينم. هتقولي طب الليفو في القصير أو حاشة أقولك لسه استادد لكن إفكتب أنا معنيش اعتراض. طب معلش أنا سؤال تفضل وانا بدأ العيان إمبريد وبعد كده طلعت لي الكاتشر فيها ميكد إنفكشن هتقول كده كورونايزيشن أنا أعمل إيه أكمل على الإمبريد؟ لو المديالو إمبريد والعين اتحسن وفي أورجانيزم كمل على العلاج. ما أنت المزرعة طلعت ميكد إنفكشن مشكة في المزرعة عيد المزرعة او لو هو اتحسن كملي على العلاج اللي انت ماشيه عليه. لما المزرعه بتاعتك ما بتطلع فبتاخد اصلا وقت تقريبا بيكون خلص الكورس اه فبقى برضه بنبقى مش عارفين نكمل بقى لا بيبقى لسه برضه الدنيا مش مظبوطه اه ما كملتش. لو المزرعه انت شاكه فيها ما تديش على اساسها قرار ده الدرجه. يلا بس عشان نخلص عشان المزرعه دي جميله كويس تمام. المزرعه دي يورين تمام وطالع بروفيدنشال ستوارتي تمام او سنسيف ريسبتور اكزون اوه شفت دي؟ يبقى هتدي؟ لا لا مش هتدي اخد اما كربابين انسبيريجيشن او اخد كربابين ام ار يعني بس عشان ايه سبايس؟ ماشي نعم؟ دي قلتنا سبايس ما هي سبايس سيريشيا في بروفيدنشال اول ما اشوفها كلهم اول ما تشوفها على طول يبقى ما تديش سيرف جنريشن سيفالوسفورن سيفتراجون حتى لو مكتوب لك ان هو سنس تمام؟ علشان الانزيم مش شغال طول الوقت. الانزيم اول ما يشوف الانتي بايوتيك يصحى عشان كده اسمه انديوسر والامبسيناس يعني بيحتاج اندكشن. الاندكشن دي بالانتي بايوتيك بتاعك حرين معلش نعم هتختار بيرونام او كاربابين سبيرينجيشن. ده عيان عنده اورتايتس 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 تمام طلعت سالمونيلا يبقى دي سالمونيلا اورتايتس تديله ايه؟ اي حاجه من السنسيف انا ماليش اعتراض ماشي. يلا كليبزيلا نموني سنسيف سيفتازديم وليفو بوتازو سينوتوبراميسين وريزيستنت للميروبينام والارتابينام. نعم نعم دي عيانه سبيوتم منطقيه العيانه دي يا دكتور امنيه انا بعتها للمعمل قلت له بصراحه انا مش مرتاح لها فقال لي طب هعيدها تاني فعلا. وعادتها ايه؟ ما كلمتنيش تمام. ما اديتش على اساس حاجه المزرعه مش مظبوطه الاورجانيزم مش مظبوط. قول لي يلا العيان ده تديله ايه؟ كليبزيلا تمام في البلاد سنسف بينام وسيفر برازول سالباكتام وفروتازين وسيفر واميجين انوكسيلين كلافيرك اسيد عايز تديله تديله ايه؟ نعم؟ تبديله في البلاد. هي دي عايز تديله ايميبينام؟ ماشي تمام يبقى تديله ايميبينام عشان دي اس بي ان خلاص. دي استنى هتجيب لك واحده واضحه. يلا كليبزيلا كليبزيلا في البلاد ده مش باقي لك الثلاث سلايدز. يلا كليبزيلا في البلاد دي كاربابينم ريزيستنت صح تمام. الريفامبين انترميديت في ستادز جديده دلوقتي على ان هم عايزين ياخدوا الريفامبين ده سؤال عشان كده ما رضيتش اجاوب. الريفامبين يحطوه از ان اديشن فور ذا تريتمنت اوف كاربابينم ريزيستنت بكتيريا يحط الريفامبين على الانتي بايوتيك بتاعك لكن هنا المين سي العلاج بتاعي هيبقى ايه؟ كوليستين. ممكن تحط معاه توبرامايسين عشان هو سنسيتيف بس طبعا اتفرج على نيفروتوكسيستي لا تمام. الميروبينام احنا قلنا لو الام اي سي بتاعه 8 فما فوق فين الميروبينام هنا؟ مكتوب لها اكتر من 16 موست لايكلي مش هيبقى الفكره. يا ام اي سي خساره مينيمال انهبيتري كونسنتريشن. يلا اخر سلايدين ما تمشيش يا دكتور جمال خلصت سبيوتان كالتشر تمام. عيان السبيوتان كالتشر دي عيان حطيتها على الفنتريتور السكرين هنا ايه ده؟ ايه؟ شوف دكتوره امنيه
دكتوراه مايكرو راحت لقط على طول قالت لك ايه السترين ده السترين كاركترستيكلي ال ما ينفعش للزودوبونس. طب انا بقى لقطها من حاجه ثانيه ها نعم ايه تاني الطيب ديسايكلين ما ينفعش للزودوبونس بقى فقلت له المزرعه دي انا مش هاخد بيها هنعيد المزرعه المزرعه دي ايه مش مظبوط يبقى خلي بالك الحاجات دي انت تربط ان المزرعه دي عاملين ميس ايدنتيفيكيشن لان العلاج بتاع زودوبونس تمونيا كده بس الجرام نيجاتيف بس علاج زودوبونس هيبقى خطا فانت تكلم المعمل تقول له لا في مشكله فخلي بالك انها بتحصل ومع اي معمل على فكره مفيش معمل ما بيغلطش مفيش معمل ما بيغلطش مفيش انسان ما بيغلطش يعني انا اللي بقوله كله صح اكيد في غلطات ده يطلع لي الغلط انا اديله مكافاه مش هزعل منه لان هو بيعرفني غلط تمام وانت لما تروح للمعمل ما تجيش المعمل تشتمه تقول له ايه القرف ده لا انت تقول له على فكره في انا لقيت حاجه وده اللي عملته لقيت حاجه ممكن يكون محدش خد باله عايزين نصلحها وقعدت الحكايه ونفسه صاحب المعمل انبسط مني مش زعل تمام ليه لان انا مش مفضحه طيب هنا كليبزيلا في الدم يسنسف الجنت هل ممكن عدي بجنت بس من غير كوليسترول ثيوريتيكالي ممكن بس مش ده ريكومندد في الايه ثيوريتيكالي ممكن بس مش ده ريكومندد في الايه بعد الانكريمنت ستادي ان انا احط كوليسترول ممكن مع حاجه ثانيه ماشي طب لو ده انفكشن مثلا في مش في الدم او حاجه ممكن ساعتها الجنتومايسين يعدي طب لو ده في اليورين لو ده في اليورين ادي ايه فوسفومايسين نعم ونايتر فرونتاين مش تيستد عشان خاطر هو مش ايه ما كانتش عينه يورا تمام يلا في الدم كليبزيلا نموري في الدم ها هنا موجود ايه سنسيف للكوليسترول استعمل الكوليسترول واستعمل حاجه ثانيه يلا اخر واحد ها زودوموناس في الديسبيوتر وعيان عنده فنتليتور اسوشيتد نموني نعم يبقى ممكن يبقى ده كولونايزيشن لما تلاقي باسلز في السبيوتر ده ممكن يبقى ده كولونايزيشن احتمال لكن لو العين عندك نمونيا وانت مضطر تتبع الكالتشر دي عايزين نعالج بحاجه نعمل ايه؟ اختار ايه؟ عايز تدي ايميفينم؟ ماشي موافق هل دي ساعتها دبل لا السؤال ده مهم هل الزودوبونس انت بتدي دبل كفرج عشان انت مش عارف السنسيفيتي بتاعها طب بعد ما السنسيفيتي طلعت يقول لك ما تديش طب لو لايف ثريتنينج انفكشن او بكتيريميا بزودوموناس قال لك في ديبيت ممكن تدي دبل عشان تساعد الدبل في حاله البيرنجان بس لو انا متوقعه بالظبط لكن ما وانس عرفت السنسيفيتي مش لازم تبقى دبل سوري بس لو ان صح بس الزودوموناس دي مختلفه يعني انا ما قلتلكش كده في الكليبزيلا صح لكن الزودوموناس هي اللي مختلفه عشان كده الزودوموناس بكتيريميا وحاجه سيفير دي اللي ممكن تكمل دبل لكن لو عندك سنسيتيفيتي في ناس بيقولوا لا وانس ودي على فكره تلاقيها في الفاب جايد لاينز الجديده اللي يقول لك شكل الزودوموناس ادي دبل وانس السنسيتيفيتي دي اسكالي تمام بس لو ام دي ار بس لو ام دي ار وهتدي كوليسترول مثلا ما عندكش حاجه سنسيتيف ولا اللي فاتت دي كان لينا ايميبينم فهندي ايميبينم لكن لو هتدي كوليسترول ده مضطر تحط معاه حاجه ثانيه اخر سلايد ده يورين 100,000 سيستايتس ايه دي تمام دي سسبتبل لكل حاجه يبقى دي ايه دي ولا اي اس بي ال ولا سي ار ولا دي كليبزيلا البلدي كليبزيلا الاصليه اللي رير تشوفها انا هحطها لك في الاخر عشان خاطر ما تنساهاش عايز تدي ايه؟ ادي اي حاجه تمام؟ عايز تدي سيب عايز تدي نيتروفراتور ماشي طب لو بايلونفرايتس ما تدفعش دي نيتروفراتور طب لو بايلونفرايتس تدي ايه؟ تمام؟ او تدي ايه؟ هتدي ميبينام لواحد ما في العياده؟ هتدي سيبرو ماشي ادي سيبرو موافق اي خدمه